زكريا. مساء حمود، الصوت تمام؟ ازيك يا ولاد؟ الصوت تمام؟ الصورة انتوا شايفين الحاجة؟ تمام. طيب يلا يا ولاد. لا ما بحبش السوشي. مش منيح يا بتول، مش منيح. لا. مش منيح، مش منيح. هو السوشي ده في ناس بتحبه وناس لا. ايوه. انا حاولت يا ولاد اكله والله، بس مش ما قدرتش يعني. وبعدين قدموا لي معاه بتاع حراقة كده، يا لهوي بالي. غير طبيعية يعني. بص على قد الكومبليكيشن بتاع الجول ستون، كومبليكيشن بتاع الجول ستون يا ولاد، أمامي اوبستراكشن مايجريشن ألسريشن مالجنسي انفكشن. الصورة كده بتتحرك؟ كومبليكيشن أولاد أمامي كده واضحة؟ تمام؟ الصوت والصورة تمام يا أولاد؟ جميل. الأو أوبستراكشن، الإم مايجريشن، اليو ألسريشن، الإم ميتابليزيا، الأي انفكشن. فاهمين على طبعا الكومبليكيشن عنيفه شويه يعني. هي تقريبا الباب يعني، مثلا لو خدنا حصوه في الجول بلادر كده، احنا هناخد دلوقتي كل الامراض اللي في الباب دوت. هو لو واحده عندها حصوه كده ولا، قولوا لي نوع الحصوه دي ايه؟ كوليسترول. تمام. اشمعنى سنجل وراوندد ماميليتد؟ الحقيقه ان دي ميتابوليك ستون، ميتابوليك ستون. ممكن تبقى جول بلادر هيلسي وهي اسيمتوماتيك، يعني ممكن تبقى جول بلادر هيلسي وممكن والحصوه اسيمتوماتيك. قولي لي الست دي عندها ايه؟ تمام، عندها اكيو كوليستايتس. تمام. هي في الاول هيبقى عندها بيليري كوليك اللي هو وجع في الرايت هايبوكوندرام راديتنج تو ذا باك اند تو ذا رايت شولدر. هو ده اسمه بيليري كوليك، اسمه بيليري كوليك. اللي هو المراره متعصبه، المراره متعصبه. لكن مع الوقت بيحصل استيزيس، مع الوقت يحصل استيزيس، والاستيزيس يبقى فولود باي انفكشن، وتقلب من بيليري كوليك لاكيوت كوليسيستايت. تبدا من بيلياري كوليك لاكيو كوليستايتس، يعني هو الوجع بيبدا كده خفيف وبعدين يعلى قوي قوي ويوصل بلاتو، يفضل بلاتو كده بعد 6 اورز. لو اتثابت 6 ساعات تقوم قلبه بقى اكيوت ايه؟ تقلب حاجه ثانيه اكيو كوليستايتس، يبدا العينه تسخن تسخن. هو الفرق بين بيلياري كوليك واكيو كوليستايتس زي الفرق بين رينال كوليك وبايلو نفرايتس. الكوليك جاست كوليك، الكوليك جاست كوليك، لكن بعد 6 ساعات من الاستيزيس لا هتقلب انفكشن والعانه هتسخن ويجي لها جاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس. فاكرين الوليه اللي جوزها خدها الفرح وبعدين لدعت دست الجاتوه وبعدين قالت له رقصني، وبعدين لما رقصت قفشت، مش كده يا اولاد؟ قفشت دي جالها بيلير كوليك، كوليك بين في الرايت هايبوكوندرام راديتنج تو ذا باك عن طريق الانتركوستال نيرفز وراديتنج للرايت شولدر عن طريق الفرينك، لان السنسيشن بتاع الجول بلادر فرينك وسي والكتف سي 4 صبرا كلافيكرا سي 4 والفرينك سي 4، يعني الفرينك سي 4 وصبرا كلافيكرا نيرفز سي 4. ولذلك البيلير كوليك بيسمع في الظهر عن طريق مغص في الرايت هايبوكوندري، يسمع في الظهر عن طريق الانتركوستال نيرفز، ويسمع في الكتف اليمين عن طريق الفرينك، يسمع في الكتف اليمين عن طريق الفرينك. الحقيقه لو فضلت العانه مركونه كده 6 ساعات
الامور هتتطور من جاست كوليك، هيبقى معاها بقى فيفر وفي البريتون ريجيديتي في بطنها وجاردنج وتندرنس وريباوند تندرنس كده، قلبت التهابات يعني تندرنس وريباوند تندرنس، ده بريتونيال اريتيشن ده التهابات. وفيفر هو ايه؟ لا ما واحد عنده مغص هيجيله فيفر ليه؟ فيفر دي يعني التهابات، فاهمين عرض؟ فهي الموضوع في الاول بيبدا ببيليري كوليك بس، لكن بعد شويه هتقلب باكيوت كوليستايتس. ممكن يدوا العيانه انتيبيوتيك وانتي سبازموتيك، يقوم الحصوه ترجع تاني جوه هنا والسكه تفتح، بس الجول بلادر، بس الجول بلادر مش هترجع سليمه. الجول بلادر الحصوه هترجع هنا، لكن الجول بلادر مش هترجع سليمه، هتبقى شرانكن وفايبروتيك. اشمعنى؟ لان في اكيوت انفلاميشن وفي بريديسبوزنج فاكتور اللي هو الحصوه، ولان في بريديسبوزنج فاكتور الاكيوت انفلاميشن ما يخفش، يتحول من اكيوت الى كرونيك، وتفضل الميكروبات مستخبية في الحصوة، والجول بلادر تبقى شرانكن وفايبروتيك، والعيانة يجيلها كرونيك كوليسيستايتس وفات ديسبيبسيا، وتبطل تطبخ بسمنة بلدي وتطبخ بكريستال أو زيت الذرة الصافي عافية، لأن أصبح عندها فات ديسبيبسيا. لو راحت فرح تاني وكلت جاتو ورقصت، الحصوة هتتحرك تقوم سد السيستيك دكت تاني. المره دي بقى هتبقى اكيوت اون توب اوف كرون، اكيوت اون توب اوف كرون، وكل شويه بقى ايه تاخد انتي سبازموتيك وانتي بايوتيك ترجع كرونيك تاني، تروح الفرح وتاكل جاتو وترقص تقوم قلبه اكيوت اون توب اوف كرونيك، وتفضل بقى كرونيك وذ اكيوت اكسسربيشن اون توب اوف ايه اوف كرونيك. نجرب كده فهمكم. الولايه دي عندها ايه؟ الولايه دي عندها يا رد كوليسترول ستون، اسيمتوماتيك كوليسترول ستون، وده وارد تكتشف اكسيدنتال، وفي احيان ما بنعالجهاش. يعني دي اسيمتوماتيك كوليسترول ستون، امال الولايه دي عندها ايه؟ بيلياري كوليك او اكيوت كوليستايتس. تحكم ازاي هي بيلياري كوليك ولا اكيوت كوليستايتس؟ 6 اور الفيفر، الفيفر يعني حاجه بسيطه قوي الفيفر. البيلياري كوليك ما فيهاش فيفر، لكن الاكيوت كوليستايتس فيها فيفر. تمام، الست دي عندها ايه؟ كرونيك كوليستايتس، صح؟ الفرق بينهم واضح ولا لا؟ طب فين الست دي؟ كانت رحلت بتاع الاشعه بتعمل الترا ساوند لاي سبب تاني، ان عندها بيجي لها مثلا يو تي اي، عم تفوجت بالجول بلادر ستون، هي اصلا اسيمتوماتيك. بالانجليزي يعني لا لا لا، دي اسيمتوماتيك، انما دي عندها فات ديسبيبسيا، ما تقدرش تطبخ بسمنة بلدي. ده الفرق بين أول رسمة وتالت رسمة. واحد اتنين تلاتة، واحد دي asymptomatic discovered accidental، تلاتة دي بتشتكي عندها فات ديسبيبسيا، عندها فات ديسبيبسيا. هفكها فات ديسبيبسيا ده عرض، الفات asymptomatic يا ولادي عم في السيمتوم خالص، لكن الفات ديسبيبسيا دي عرض، فهمنا لد؟ أما دي عندها ايه؟ biliary colic أو cholecystitis لو في fever. هو العيانة دي بنشوفها فين؟ العيانة دي أول مرة بيكتشفوها، بيكتشفوها فين؟ عند بتاع الأشعة، بيعمل سونار لأي سبب تاني، حامل مثلا، حامل مثلا بتعمل الترا ساوند، وبعدين لا عندها حصوة في المرارة، لأن دي أصلا أسيمتوماتيك. أمال الست دي هتجي لك العيادة تشتكي من إيه؟ الست دي هتيجي العيادة تشتكي من إيه؟ فات ديسبيبسيا، مغيرة سمنتها، وكل ما تطبخ بسمنة بلدي بتتعب. انما دي ما بتجيش العاده، دي بتيجي الاستقبال، يا بمغص جامد يا مغص جامد وفيفر. تبع هي بيلياري كوليك ولا اكيوت كوليستايتس؟ يا مغص جامد يا مغص جامد وفيفر. الاسيمتوماتيك جولستون ما بيبقاش معاها انفلاميشن؟ هو كل حصوه لازم يبقى معاها انفلاميشن، ما كوليسترول ستون برايمر ستون معهاش انفلاميشن، ممكن بعد كده تعمل انفلاميشن، لكن ممكن يبقى واحده عندها حصوه وما عندهاش التهابات في الجول بلادر. انا مش يعني احنا اتفقنا على الحكايه دي الحصه اللي فاتت، ان البيجمنت ستون والكوليسترول ستون برايمر ستون ميتابوليك ايرور، مش معموله من انفكشن، اللي معمول من انفكشن هو الميكسد ستون. فممكن واحده يبقى الجول بلادر بتاعتها هيلثي وعندها كوليسترول ستون واسيمتوماتيك، وبعدين تلتهب فتقلب بسيمتومز وتبقى سيمتوماتيك. الست دي عندها ايه؟ كرونيك كوليستايتس، صح؟ تشتكي من ايه؟
فدس بيبسي، راحت فرح، فالحصوه اتحركت، ده جالها ايه؟ اكيوت اكسسربيشن اون توب اوف كرونيك. يعني هي كانت كرونيك وبعدين دلوقتي جالها اكيوت، جالها بيلياري كوليك وبعدين لو اتركنت اكيوت، اكيوت اون توب اوف كرونيك، وهتفضل بقى بتتحرك بين كرونيك لاكيوت وبعدين تاخد العلاج ترجع كرونيك، كرونيك لاكيوت وبعدين تاخد العلاج ترجع كرونيك. واضحه؟ يعني هو يعني عبد الله رخم بيسالني ايه المريزي سندروم، وانا لسه وصلت له يا ابني، ده انا لسه يا دوب بعرفك لما تبقى في حصوه في المراره بيبقى العيان بيشتكي من ايه، وانا لسه وصلت للمريزي ولا يعني اشرقبيت ليه لغايه عنده؟ لسه انت لسه يا دوب تعرف يعني ايه اسيمتوماتيك جول ستون، وتعرف اكيو كوليستايتس وبيلياري كوليك وكرونيك كوليستايتس. ده لو كنت بعد كل التعب ده عرفت. فاهمين يا رد؟ هي العينه دي عندها ايه؟ يعني بيلياري كوليك ولو سخنه اكيو كوليستايتس، هي سخنه عندها اكيو كوليستايتس، فهي سخنه عندها اكيو كوليستايتس فاستدعت الاومنتم. الاومنتم ده اللي هو البوليس مان اوف ذا ابدومين، بعتت له كيمو تاكتيك سبستانس فراح حوط عليها، بياخد يومين على بال ما يروح، وعمل ماس، عمل جول بلادر ماس، لم الليله خلاها لوكالايزد كده في التهابات في البريتون بس لوكالايزد، واللي عمل لها لوكالايزيشن مين؟ الاومنتم. طب والجول بلادر دي هتحوش ايه جوه؟ ممكن هي مسدوده دلوقتي، هتحوش ايه؟ ممكن تحوش بص، فتبقى بايو سيل، سيل كيس، بايو بص، كيس بص. ممكن لو كتر الانفلاميشن تحوش ميوكس فتبقى ميوكو سيل، فتبقى كيس مخاط. يعني الالتهابات كتاره هتعمل ميكوسيل، سبرتيف هتعمل بايوسيل. الحقيقه اكتر ميكروب بيعمل الاكيو كوليستايتس ده الايكولاي، الايكولاي هو الفتوه بتاع الجي اي تي. وبعدين الجول بلادر ورمه كده. اخطر ميكروبين بقى التايفود والكوليستريديا، بيخرموا الجول بلادر قبل ما الاومنتم يروح. يعني الجول بلادر تلتهب كده يا ولاد، لو كوليستريديا او اومنتم تبعت للاومنتم، بس الاومنتم بياخد يومين، بياخد يومين على بال ما يروح، هي قبل اليومين هتكون مفرقعه، تعمل جاز بابلز كده وايروبيليا كوليستريديا، تعمل جاز بابل وايروبيليا. التايفود ما بيعملش كده، لكن هما الاثنين في منتهى الخطوره بيفرقعوا على طول، ولو فرقعوا قبل ما الاومنتم يروح، يعني قبل ما الاومنتم يحوط على المنطقه كده، لو فرقعها هيعملوا جنراليزد بريتونايت، البريتون كله هيتملي بص. عشان كده اكتر ميكروب بيعمل اكيو كوليستايتس هو الايكولاي، لكن اخطر ميكروبات بتعمل اكيو كوليستايتس هي الكوليستريديا والتايفويد السالمونيلا، كوليستريديا والسالمونيلا، لان الكوليستريديا والسالمونيلا بيتخرموا بسرعه قوي ويعملوا جنراليزد بريتونايتس قبل ما الاومنتم يروح. مين اخطر يا ولاد، ايه ولا بيه؟ طبعا اخطر ايه، لان دي فرقعت وهتعمل جنرالايز بريتونايت والاومنتم ما راحش، الاومنتم ما راحش، دي تايفود، التايفود رمز الشنيور بيخرم اي حاجه، لكن بي فيها اومنتم، بي فيها اومنتم لم الليله، فمهما حصل حتى لو اتخرم هتبقى لوكالايزد في الحته دي، فديفينت ايه اخطر من بي. العبره بان الاومنتم راح ولا ما راحش، العبرة بإن الأومنتم راح ولا ما راحش. العينة دي عندها إيه؟ عندها أكيو كوليستايتس. عندها أكيو كوليستايتس ولا بيلياري كوليك؟ أكيد العينة دي عندها فيفر. أكيد العينة دي مر عليها يومين، اللي كاتب مر عليها يومين صح. الواد أحمد هلال فهمني. العانه دي عندها اكيو كوليستايتس بقالها اكتر من يومين، عايز اماره ان بقالها اكتر من يومين، الاومنتم راح، فدي بقالها اكتر من يومين. امال مين المراره اللي تلتهب وتفرقع وتعمل جراسبريتونايتس قبل ما الاومنتم يوصل؟ التايفود والكوليستريديا، تمام، اللي هي تعمل اكيو كوليستايتس وتفرقع وتعمل جراسبريتونايتس قبل ما الاومنتم يوصل، هي الكوليستريديا.
تايفويد والكوليسترين. تمام. طب بصوا اللي عندنا دي الجول بلادر ملتهبه قوي وفرايبل قوي، والديدنم كمان لزق فيها فملتهب هو كمان قوي، فالستون ناشفه، الستون ما بتلتهبش. الالتهاب ده ريسبونس اوف ذا ليفنج تيشو تو ايريتان، مش نون ليفنج تيشو، فالستون ناشفه. فالستون قعدت تحك هنا لغايه ما ايه، ما خرم وبقى في خرم بين الهارت منبوش والديدنم، وراحت الحصوة معدية من الهارت منبوش ونزلت في الديودنم. فلما الحصوة عدت من الهارت منبوش ونزلت في الديودنم، راح الهواء نزل طلع البيليار تري وعمل ايروبيليا، والستون نزلت الديودنم وفضلت ماشية ماشية في الديودن في الانتستين لغاية الحتة بتاعت الميكل دايفرتيكلم ورشقت فيها، او الاليوسيكال فال، يعني الميكل دايفرتيكلم يعني حتة ضيقة يعني، وراحت عامله حاجه اسمها جول ستون ايه، الياس، عملت حاجه اسمها جول ستون الياس، وعملت انتستاينال اوبستراكشن، عملت حاجه اسمها جول ستون الياس وانتستاينال اوبستراكشن، يعني عملت فيستلا كولوسيستو ديدينال فيست، ادت الى ايروبيليا وجول ستون الياس، ايروبيليا وجول ستون الياس. السؤال الجاي، طب وليه البايل ما طلعش في الجنرالايز بريتونيال كافيتي لما الجول بلادر خرمت في الديودنم كده؟ ليه البايل ما طلعش في الجنرالايز بريتونيال كافيتي؟ عشان الاومنتم، صح، عشان الاومنتم محوطها، فلان الاومنتم محوطها ما سمحش ان البايل يطلع بره، فالليله كلها عباره عن فيستلا بين الجول بلادر وبين الديودنم، وعمل حاجه اسمها كولوسيستو ديودينال فيستلا، وراح عامل انتستاينال اوبستراكشن وايروبيلي. دي مفهومة ولا؟ حتة دي مفهومة؟ تمام. يعني دي هنعرفها بالإكس راي، حتة البايل تاني. البايل ما طلعش الجنرالايز بريتونيال كافيتي وعمل جنرالايز بريتونايتس لأن الأومنتم محوط حوالين كل حاجة، فالخرم خرم من الجول بلادر على الديودنم على طول، لكن البايل مش هيطلع بره. يعني الليلة دي كلها لوكالايز بريتونايتس، الليلة دي كلها بلوكالايز بريتونايتس. مين اللي عمل لها لوكالايزيشن؟ الأومنتم، فضل الأومنتم. شيرين بتسأل ازاي الفيستلا اتعملت، ان الهارت منبوش ملتهب وفرايبل والديودنم ملتهب وفرايبل والحصوه ناشفه، يعني الليله الوحيده، الحاجه الوحيده اللي ناشفه في الليله دي الحصوه، فقعدت تحك في الانسجه الفرايبل فخرمت، خرمت وراحت معديه، فاهمينها؟ لا، الستون تعرف تعدي من الاومنتم، هي ما بتعديش من الاومنتم، هو الاومنتم محوط من هنا ومن هنا، هي بيبقى في خرم دلوقتي اتوجد بين الجول بلادر وبين الديودنم، عدت منه في خرم اتوجد تو فيتس من اليوسيكال فالف، ده الميكل دايفرتيكلا، يعني الحصوه تقف تو فيتس من اليوسيكال جانكشن، ده الميكل دايفرتيكلا، ده تو فيتس، فهي بتقف تو فيتس من اليوسيكال فالف او عند اليوسيكال فالف. هيحصير الحصوه بعد ما دخلت من الديودنم هتفضل ماشية في الديودنم والسمول انتستين لغاية ما تلاقي حتة ضيقة ترشق فيها، اللي هي عند الميكل دايفرتيكلم تو فيتس من اليوسيكال فالف أو عند اليوسيكال فالف. وير داز ذا ستون امباكت؟ زي ما قلنا تو فيتس من اليوسيكال فالف أو عند الميكل دايفرتيكلم. شيرين، هاو داز فيستلا ديفلوب؟ يعني الحصوة خرمت الأنسجة الطرية، راحت عامله خرمه، يعني ستون الياس، يعني انتستاينال اوبستراكشن بسبب الستون، انو ستون جول ستون، فما بيسموها جول ستون الياس. الديودنا ملتهب ليه؟ لانه لمس الجول بلادر الملتهبه. لو حد مش ملتهب لمس حد ملتهب بيلتهب هو كمان، لو حد ما عندوش كورونا لمس حد عنده كورونا بيجي له كورونا. انتوا واخدين بالكم الاسئله عامله ازاي يا اولاد؟ ليه الديودنا ملتهب؟ فهماني؟ رغم ان انا عمال اقول لمس الجول بلادر ومحوط عليه الاومنتم، طب البايل ما طلعش بره ليه؟ عشان محوط عليه الاومنتم. طب الفيست اللي حصلت ليه؟ حصلت عشان محوط عليها الاومنتم. يعني هي باينه قوي، يعني انا شايف الاسئله باينه جدا، كل الاسئله اللي بتتسال ملهاش اي 30 لازمه ولا اي 30 معنى، يعني حتى اللي سموها جولستون ايلياس، سموها جولستون ايلياس ليه؟ لان الاوبستراكشن ده بيفضل سادد الانتستل لغايه ما يحصل ايلياس. مين اللي عمل ايلياس؟ الجولستون. بس يعني واحد بيسالني يعني ايه مريزي، وانت مالك يعني ايه مريزي؟ يعني لسه في جولستون ايديا.
هخش بيكو كاس العالم، هخش بيكو كاس العالم. بس لما حد يفهم حاجه اولاد ما يشكش في نفسه، يعني لما حد يفهم حاجه ما يشكش في نفسه، هو كفايه هي سهله، فيست لا ومنطم حوط حوالين المنطقه وعمل فيست لا خلاص. السؤال الجاي، وانا هفتح العام ده اكيد هفتحه، يعني عنده انستنال اوبستراكشن، اللي عنده انستنال اوبستراكشن ده بيرجعه هيموت، فانا لازم افتحه، هفتحه لان عنده انستنال ايه اوبستراكشن. فدي حاجه اسمها جول ستون اي بي اس. هنروح على حاجه تاني. ايه رايك الفرق بين اي وبي؟ والعاده ايه دي عندها ايه؟ عندها كيو كولوستايتس وعندها ميكس ديستون. تمام. عندها جوندس؟ العانه ايه دي عندها جوندس؟ لا عندها جوندس ليه؟ ما الدنيا رايحه بيضلم اهي، هيجي لها جوندس ليه؟ طب شوفي كده العانه بي عندها ايه؟ كيو كولوستايتس. تمام. عندها جوندس؟ لا عندها جوندس. شايفين الحصوه زقه الكومبال داكت بالجنب ازاي؟ الحصوه كبيره فزقه الكومبال داكت بالجنب. شايفين هنا الكومبال داكت زي الفل، شايفين الحصوه دي زقه الكومبال داكت زي بالجنب. فدي عندها اكيوت كوليستايتس وعندها اوبستراكتيف جوندس، يعني عندها سندروم، مش عندها مرض واحد، عندها اثنين. هو ده ميريزي سندروم. مريسي هو بيقولوا عليه مريسي، هو الراجل ده ايطالي اصلا، ف يعني زنقها بالجنب وزقها بالجنب كده فعمل جونز، فاهمين؟ لا هو ده الراجل وصفها راجل ايطالي فيقولوا عليها مريسي زي بيتزا كده، فيقولوا عليها مريسي سندروم، فاهمين؟ لا فالحصوه زنقت الكومبال داكت بالجنب كده، راحت مديها جنب لوحتها، فراح حصل جوندس مع الاكيوت كوليستايتس، فراحوا سمينها ميريزي سندروم، فاهمين على هذا؟ لا طب هو شايفين واخدين بالكم الاومنتم؟ واخدين بالكم الاومنتم؟ شويه ايه الكومبال داكت هتلتهب، هتلتهب ليه؟ عشان لمسه الجول بلادر. اي حاجه هتلمس يبقى تعرف الاومنتم ده ملتهب لانه لامس الجول بلادر. اي حاجه هتلمس الجول بلادر الملتهبه هتلتهب. اي حد هيجي جنب حد عنده كورونا هيجي له كورونا. بعدين بقى اولاد ايه الكومبال داكت الملتهبه دي والجول بلادر الملتهبه دي، الحصوه نفسها بقى ناشفه لان الحصوه مش ملتهبه، لان التهاب تعريفه ريسبونس اوف ذا ليفنج تيشو تو ايريتانت، شويه ويتعمل فيستلا، يعني الحته دي تقع، الحته دي كده تقع، ويبقى في خرم كبير قوي بين الجول بلادر والكومبال داكت كده، الحصوه تنزل منه حتى ممكن. شايفين يعني الانترفيننج وول ده اللي هو كده، الانترفيننج وول ده هيلتهب ويتخرب. الانترفيننج وول اللي ما بين الكومبال داكت وبين الديودنا هيلتهب ويتخرب ويتعمل فيستلا بين الجول بلادر وبين الكومبال داكت، برضه اسمها مريزي تايب 2. يعني مريزي تايب 1 الجول بلادر زق الكومبال داكت بالجنب بس لسه الفيستلا ما اتعملتش. مريزي تايب 2 الستون زقه الكومون بايل داكت بالجنب وخرمتها كمان فعملت فيستلا، فدي مريزي تايب 2. مريزي سندروم از ا سندروم، مريزي سندروم از ا سندروم، يعني مرضين اكيوت كوليستايتس وبستراكتيف جوندس. مريزي سندروم تايب 1 ما فيهوش فيستلا، ده الستون زقه الكومون بايل داكت بالجنب، زنقتها بالجنب كده، فاهمين يا ولاد؟ مريزي سيندروم تايب 2 الفيستلا حصلت وبقى بدل ما الجول بلادر فاتحه في الكومبال داكت بضغط كده بس، لا الانترفيننج وول ده وقع، كل ده وقع، فبقت الجول بلادر كانها فاتحه بفرسخ في الكومبال داكت، الحته دي كلها وقعت، بس طبعا الاومنتم محوط عليها، الاومنتم محوط هنا. ادي مريزي سندروم. مين اللي كان عبد الله، ايه الاخبار؟ عجبك المريزي سندروم ولا لسه؟ عبد الله المريزي سندروم عجبك؟ فهمت يالا ان المريزي سندروم ده سندروم؟ مريزي سندروم ده سندروم، يعني مرضين، مرضين صح؟ اكيوت كوليستايتس وبستراكتيف جونز. مريزي سندروم تايب 1 لسه الفيستلا ما اتعملتش،
ده الستون بس زق بالجنب. مريزي سندروم تايب 2 الفيستلا اتوجد. طب مين اللي عمل الفيستلا؟ الستون. طب وليه الستون قدرت تعمل فيستلا؟ لان الانسجه اللي حواليها ملتهبه وفرايبل جدا، فهي ضغطت عليها، لان الحصوه نفسها مش ملتهبه، دي جماد مش شيء حي يعني، فمش ملتهبه يعني. فضغطت على الانسجه الطريه خرمتها. طب وليه البايل ما طلعش بره؟ عشان انت محوط حوالين كل حاجه عامل ماس. ها فيستلا ساعات الفيستلا تبقى بين الجول بلادر وديودنا فتعمل جول ستون ايليس، ساعات الفيستلا تبقى بين الجول بلادر وكومبالدكت فتعمل مريزي سندروم. يعني المريزي سندروم ده فيستلا بين الجول بلادر وكومبالدكت، لكن الجول ستون ايليس فيستلا بين الجول بلادر والديودنا. فاهمين على لسه فهمتوا ليه انا وقفت وقلت الحصه الجايه؟ انا كنت بشرح الكلام ده اخر الحصه، كان ممكن تلاقوكم طالعين من التلفزيون جايين تمدوا ايديكم على كلام يعني تقيل. الستون نطت هنا، الستون دلوقتي ما بقتش اتكلم على ستون في الجول بلادر، لا ده انا بتكلم على ستون في الكومبالدكت. الموضوع ما بقاش ستون في الجول بلادر، لا ده انا بتكلم على ستون في الكومبالدكت. العانة دي هيجي لها ايه؟ obstructive jaundice. تمام. والليفر هيحوش بايل، الانترهباتيك بايل دكت دي هتبقى دايليتد قوي، حوش بايل. تعرفين الحصوه دي فيها على سطحها ميكروبات، ليه الحصوه دي ولاد فيها على سطحها ميكروبات؟ لان هي اتكونت في الجول بلادر، والجول بلادر دي اصلا ملتهبه وفيها ميكروبات، والحصوه دي جماد، والميكروب يحب اول حته الجماد دي عشان ما فيهاش دم يجيب مضاد حيوي. قام الميكروب طلع وراح عامل التهاب في الكبده، عامل بايوجينيك ابسس في الكبده، والكبده اتملت بايوجينيك ابسسس، وعملت حاجه اسمها اسندنج كولانجايتس، خطر قوي. العين هيبقى عندها جونديس وبين وفيفر، اسمها شارك الطريات، حاجه اسمها شارك الطريات، هناخدها في الجونديس دي فيتال. حتى شاركو اتحط اسمه عليها، حتى اسمه عليها عشان يقول لك اي عيان عنده اوبستراكتيف جونديس لو سخن دي كارثه، اي عيان عنده اوبستراكتيف جونديس لو سخن دي كارثه، هيخش في سيبتك شوك. الكبده هتبقى كبده مليانه خراريج. ايموشنز ايه؟ هو مين اللي بتعمل ايموشن؟ مين اللي بتعمل ايموشن يلا؟ ايموجي؟ وبيحب الكبده، بيحب الدم وبيحب الكبده. حاضر. الحصوه لما نزلت في الكومبايل ده اتعملت اوبستراكتيف جونس، وبعدين الحصوه مليانه ميكروبات، فالميكروبات طلعت في البايل كده وراحت عامله خراريج في الكبده، خراريج صفراء شفتوها معايا في الجار، كانت الكبده مليانه خراريج صفراء كده، حاجه اسمها اسند بايجينيك ليفر ابسس، حاجه اسمها اسند كولانجايتس. فالعام مش عنده جونس وبين بس، لا ده عنده جوندس وبين وفيفر، السندنج كولانجايتس خطر طبعا جدا. بعد كده الضغط بيوطى، لو بلاد بريشر، والعيان يبقى في ديزي كده وكونفيوزد، هي دي سيبتك شوك، هي دي سيبتك شوك. بعد شويه ضغطه يوطى يبقى كونفيوزد كده ويخش في سيبتك شوك. مش كده شارك الطريات ده خطر، السندنج كولانجايتس خطر، الاسيندنج كولانجايتس خطر، الاسيندنج كولانجايتس خطر، الاسيندنج كولانجايتس خطر، الاسيندنج كولانجايتس شرق الترياد، فدي خطر قوي. اوكي يا اولاد. وهننساها برضه يا زياد. بس يعني هذه اول مشكله، تعال نشوف حاجه ثانيه. فين الكورونيستي؟ طبعا الكورونيستي دي فايبروزيس، ممكن الفايبروز تبقى كالسيفايد، ممكن الفايبروز يبقى كالسيفايد. لو الفايبروزيس ده كالسيفايد بيسموها بورسلين جول بلادر ودي بري كانسرس. لو الفايبروز ده كالسيفايد بيسموها بورسلين جول بلادر ودي بري كانسرس، فاكرين نشيلها. لكن نرجع للكلام المهم، سيبكم الكلام الفاضي ده، ان في حصوه عملت فايبروزيس، والفايبروز ممكن يعمل كالسيفيكيشن وبورسلين جول بلادر، ده اي حد يفهمها. احنا عندنا سندرومات بقى
وجولستون ايلياس ومريزي سيندروم واسندنج كولانجايتس وشارك الترياد. عندنا كلام كبير قوي. مثلا لو الحصوه كده وما فيش انفكشن، ما حصلش انفكشن، يوم العين يعيش، واللي يعيش يا ما يشوف. تعال بال دكت هتوسع قوي كده، والليفر يبدا يحصل فيه سيروزيس، ديجنريشن وريجنريشن لوس اوف اركتكتشر، فيسموها بيلياري سيروزيس. طبعا مش محتاج اشرحها، مش محتاج اشرحها. يعني الستون سدت السكه، بارشل اوبستراكشن، بارشل يعني بارشل اوبستراكشن كده، بس مفيش انفكشن، مفيش انفكشن. فكانت النتيجه ان الهيباتوسايت حصل لها ديجنريشن، وبعد ريجنريشن ولوس اوف اركتكتشر فرحت عامله بيلياري سيروزيس وبورتال هايبرتنشن، وممكن تعمل ليفر سيفلي. فاهمين دي ولا يعني يا شيرين؟ لما الستون نطت من الجول بلادر ونطت في الكومبال دكت عملت بارشل اوبستراكشن، ما عملتش انفكشن، عملت بارشل اوبستراكشن بس. فالبايل شويه بيعدي وشويه لا، فتحوش البايل، وسع البيلياري تري. فلما وسع البيلياري تري كده الهيباتوسايت حصل لها ديجنريشن مات وريجنريشن وحاولت تجدد نفسها وعملت نديولز ولوس اوف اركتكتشر. هو ده تعريف السيروزيس، بس السيروزيس ده نتيجه سدد في البايل فبيسموه بيلياري سيروزيس. طبعا انت عارفين اي سيروزيس ممكن يعمل ليفر سيل فيلير، اي سيروزيس سكندري بيلياري سيروزيس، اي بيلياري سيروزيس ممكن يعمل ليفر سيل فيلير. جود اعلى شويه. ستون سدت الكومبال ده سدتها تماما بقى ومفيش انفكشن، نو انفكشن. يوم البايل يتحوش بسرعه، يتحوش بسرعه كتير كتير، يتحوش بسرعه كتير، والبريشر جوه الليفر يزيد قوي، بس مفيش صديد، مفيش صديد، البريشر جوه البايل داكت زاد قوي. معلش عايز اتاكد، هو مين اللي مزود البريشر جوه البايل داكت؟ مين اللي مزود البريشر؟ البايل. تمام، البايل هو اللي مزود البريشر، بايل اكوموليشن. فالضغط عالي قوي بس مفيش انفكشن، مفيش انفكشن، الضغط عالي قوي. فالهيباتوسايت باظت، كل ما تيجي تعدي البايل البلوروبين تلاقي السكه واقفه، فباظت لان الضغط عالي مره واحده. الضغط عالي كده، انت عارفين لو كان عالي بالراحه كده، عارفين الضغط لو كان عالي بالراحه كده كان عمل سيروزيس بالارسول، لكن الضغط ده عالي كده، عالي مره واحده كده، لو كان عالي واش واش كان عمل ليفر سيروزيس، يعني خلايا بتموت وخلايا بتجدد، لكن ده عالي مره واحده، فالخلايا الليفر بتموت ما بتجددش، ما بتلحقش تتجدد، فبتقوم حصل لها فيلد تعمل ليفر سيل فيلير. اللي بيفضل شغال بقى الجوبلت سيل اللي بتطلع مخاء، اللي بتفضل شغاله ما بتموتش مع الضغط العالي دي الجوبلت سيل. فكل اللي هنا يبقى ميوكس، ما فيش بايل بقى، كله ميوكس. فالميوكس جوه البيلياري تري يسموه مجازا كده، يعني وايت بايل، هو مش بايل، هو مخاط، يسموه وايت بايل. علامه وحشه، باد بروجنوزيس معناه ان الليفر سيل ماتت، الليفر سيل ماتت ومش شغاله، فمفيش بيلروبين بقى، في مخاط بس، يسموها وايت بايل. تاني يا دكتور، السدد كومبليت، لو كان السدد بارشل ومفيش انفكشن كانت عملت سيروزيس، لان الضغط عمال يعلى واشي واشي، الضغط بيعلى واشي واشي، لكن ده كومبليت اوبستراكشن، فالضغط عالي مره واحده، عالي مره واحده ومفيش انفكشن. فالضغط اما عالي مره واحده الهيباتوسايت ماتت مره واحده، ماتت ولم تستطيع تجديد نفسها، ماتت ولم تستطيع تجديد نفسها، ماتت، حصل ليفر سيل فيلير. لكن الجوبلت سيل ما ماتتش، الجوبلت سيل تتحمل الضغط العالي، فبالتالي البايل داكتس بقت كلها مليانه مخاط. مخاط منين؟ من الجوبلت سيل. الهيباتوسايت ماتت فمفيش بيليروبين، الجوبلت سيل ما ماتتش فطلعت مخاط، فالبيلير تري كله بقى مليان مخاط، فيسموها مجازا، هو اسمه غلط، مجازا كده وايت بايل. لما نفتح كومبال داكت في العمليات لا بتخر مخاط كده، باب بروجنوزس الليفر ده وحش. اوكي، هنشوف ثلاث مواقف كده. ايه؟ نو انفكشن، نو انفكشن، انفكشن. يلا قولوا لي ايه هيحصل، ايه في ايه، ايه اللي هيحصل؟ اسندنج كولانجايتس الشرق والتريات، تمام، اسندنج كولانجايتس الشرق والتريات خطر جدا طبعا، شرق والتريات وسيبتك شوك والعم بيموت، ده اسرع طريقه للوفاه، اسرع طريق للوفاه
هنا ما فيش انفكشن وفي بارشال اوبستراكشن، هيحصل ايه؟ ليفر سيروزيس، تمام. بيلياري سيروزيس، بيلياري سيروزيس، تمام. الضغط عمال يعلى بالراحه واش يا واش، الضغط عمال يعلى بالراحه واش يا واش، ففي خلايا بتموت وخلايا تجدد نفسها، يعني في خلايا تموت وخلايا تجدد نفسها، فبيحصل ديجنريشن وريجنريشن وسوب اركتكشر وبيلياري سيروزيس. ده ما فيش انفكشن بس في كومبليت اوبستراكشن، فالضغط عالي بسرعه قوي جوه البيلياتري، عالي بسرعه قوي مره واحده، الضغط كلها دايليتد والبيلياتري عالي الضغط مره واحده. مين اللي هيموت؟ مين اللي هيموت؟ الهيباتوسايت. لكن الجوبلت سيل لا، الهيباتوسايت هتموت لكن الجوبلت سيل لا، ولان الهيباتوسايت ماتت مفيش بيلروبين، ولان الجوبلت سيل علي عايشه هتملى الدنيا مخاط، مخاط، فالبايل دكت مش هيبقى فيها بيلروبين، خلاص فيها مخاط بس، فيسموها مجازا هوايت بايل، هو مش بايل هو مخاط، فيسموها هوايت بايل، ودي باب بروجنوز. ده الثلاث مناظر لقفل الكومن بايل دكت، انك تقفله بانفكشن او تقفله من غير انفكشن. طب لو قفلته من غير انفكشن، بارشال اوبستراكشن ولا كومبليت اوبستراكشن؟ بارشال اوبستراكشن بيلير سيروزيس، كومبليت اوبستراكشن وايت بايل وهيدرو هيباتوزيس، لان الليفر بيبقى مليان مخاط زي الميه كده، فبيقول عليه هيدرو هيباتوزيس زي هيدرو نفروزيس، هيدرو هيباتوزيس وهيدرو نفروزيس. ايه فيها انفكشن؟ سي ما فيهاش انفكشن. هو ده فرق جامد قوي يا يار. ايه فيها انفكشن؟ سي ما فيهاش انفكشن خالص. الجوبلت سيل اللي فين؟ اللي في الكومون بايل داكت. ما الكومون بايل داكت فيها جوبلت سيل والانتر هيباتيك بلير 3 فيها جوبلت سيل، كل الجي اي تي فيها جوبلت سيل 20، كل الجي اي تي لايننج فيه جوبلت سيل، ودي مختلفه عن الهيباتوسايت. الهيباتوسايت ما فيهاش جوبلت سيل، الهيباتوسايت دي الليفر سيل. ساركو الطريات ده حد عنده جوندس، اهو عنده جوندس وعنده بين، لان هو كان عنده بيلياري كوليت، عنده جوندس وعنده بين، وبعدين حصل انفكشن، فلما حصل انفكشن حصل فيفر، هو ده ساركو الطريات، جوندس وانفكشن وفيفر، هو ده ساركو الطريات، جوندس وانفكشن وفيفر، هو ده ساركو الطريات. كان يريد ساركو الطريات قلناها، جميل. نعلى شوية. الستون سدت الكومن شانل. complete obstruction بيعمل ماركت انكريز في البيلياري بريشر. طبعا لما سدت الكومن شانل جه البايل ينزل لقى السكة مسدودة، راح راجع البنكرياتيك دكت. فراح عمل اكتيفيشن للبنكرياتيك سكريشن وهي جوه البنكرياس، فراح عمل بنكرياتيك. علي لما يأتي. أو صارت البنكرياس تهضم جميع انواع الطعام، بروتين بالتريبسينوجين والتريبسين، وفات باللايبيز، وكربوهيدرات بالبنكرياتيك اميليز. وعلى الرغم من ان البنكرياس يهضم جميع انواع الطعام الا انه لا يقوم بهضم نفسه، ذلك لان عصاره البنكرياس عصاره خامله غير نشطه، يتم تنشيطها في الاثنى عشر، يتم تنشيطها في الاثنى عشر عند اختلاطها بالعصارة الصفراوية. يعني لما البنكرياتيك جوز بينزل الديودنم بتختلط بالبايل فتنشط، هنا البايل دخل على البنكرياتيك جوز هو البنكرياس فنشطها، نشط البنكرياتيك انزيمز هو البنكرياس، فقام البنكرياس بهضم نفسه، فقام البنكرياس بهضم نفسه. هنا فالستول لو نزلت شوية ممكن تعمل بنكرياتيتس. هو الاوبستراكتيف جوندس حاجه خطر؟ طبعا بتعمل ليفر سيل فيلير. تعرفين الليفر لما يبوظ الكلاوي يحصل لنا الفيلير، فهو حاجه خطر؟ طبعا حاجه خطر. البايل سولتس تبوظ القلب، البايل سولتس بتبوظ الاس اي نود، عشان كده عن الاوبستراكتيف جوندس بيبقى عنده براديكارديا. البايل سولتس بتبوظ الاس اي نود، عشان كده عيان الاوبستراكتيف جوندس بيبقى عنده براديكارديا، فالعن ده هيبوظ عنده الكبدة والكلاوي والقلب، يعني الحاجة الوحيدة اللي هتبقى سليمة عنده المنبار، لكن كبدة وكلاوي وقلب بيبقى في الحلة بتاعت العيد، وادي حمودة عارف الحلة اللي بيبقى فيها كبدة وكلاوي وقلب وبتاع، عارف الحلة دي هي أسباب الوفاة في الأوبستراكتيف جونز، الحلة دي هي أسباب الوفاة في الأوبستراكتيف جونز.
كبدة وكلاوي وقلب. إذا الاوبستراكتيف جوندس حاجة خطر. الأكيوت ممكن تقعد في الجول بلادر وتعمل أكيوت كوليستايتس. فالأكيوت كوليستايتس دي لما تلتهب كده تحوش بص، فتعمل كيس بص بايوسيل أو إمبايما. ممكن تعمل كيس مخاط فتبقى ميوكوسيل. ممكن تتخرم، لو اتخرمت عند الديودنم هتعمل فيستلا وجول ستون إيليس. لو اتخرمت عند الكومبال داكت كده هتعمل ميريزي سيندروم. يعني ممكن تعمل جول ستون إيليس، ممكن تعمل ميريزي سيندروم لو حصل جنجرين واتخرم. لو اتخرمت في خلال 48 ساعة الأومنتم ملحقش يفوق يروح، يعني هنا الأومنتم راح وعمل ماس وهنا الأومنتم راح وعمل ماس. لكن لو اتخرمت قبل 48 ساعة ما الأومنتم يروح هتعمل جنراليز بريك. ممكن تعمل كورونيك كوليسيستايتس، الحصوة في مشوارها ما بين أكيوت وترجع تاني هنا، فتبقى كورونيك أكيوت وترجع تاني كورونيك في حصوة، فالإديمة تهيل بفايبروزيس وتعمل كورونيك كوليسيستايتس. الحصوة إيريتانت فممكن تعمل جول بلادر كانسر على اللونج ران. على اللونج ران تعمل جول بلادر كارسينوم. ممكن تعمل جول ستون إيلياس. ممكن في كومبال داكت تعمل أوبستراكتيف جوندس وأسندنج كولانجيتس وبانكرياتايتس. طبعا لما حد بيجي له أكيوت كوليستايتس والجول بلادر تفرقع في خلال 48 ساعة فهي يا كوليستريديا يا سالمونيلا. انما لو ايكولايز زي ما احنا متعودين هتعمل ماس، مش هتفرقع. جول بلادر ديستنسبل ستراكشر مش هتفرقع فهتعمل ماس. لو عملت ماس وبعدين اتخرمت فهي هتعمل يا ميريزي سندروم يا جول ستون ايليس. انما لو اتخرمت قبل ما الاومنتم يروح هتعمل جنرالايز بريتونايت. طب لو الحصوه نطت في الكومبايل داكت هتعمل يعني انفكشن اسيندنج كولانجايت. طب لو بدون انفكشن بارشال اوبستراكشن هعمل بيليار سيروزيس. كومبليت اوبستراكشن هيعمل هيدروهيباتوزيس وهوايت بايل. شايفين الاومنتم اللي حوالين الجول بلادر؟ شايفين الاومنتم اللي حوط الجول بلادر؟ شايفين الباص هو ستون سد السيستيك داكت. ستون دي سد السيستيك داكت ودي ايديمتاس ومليانه باص والاومنتم محوط على الحاجه. شايفين هنا عمل سرطان على اللونج ران، عمل كارسينوما اوف ذا جول بلادر. شايفين الايروبيليا لما عملت كولوسيستو دي دينا الفيستلا حصل ايروبيليا والانتستين ديستندد قوي اهي انتستاينال اوبستراكشن ايروبيليا انسانا. بس شايفين الستون اللي طالعه من الانتستين لما فتح بطن العيان وفتح الانتستين وطلع الستون. تبقى دايما واحده عجوزه كبيره في السن، يعني حد كبير في السن مناعته مش حلوه اللي بيجي له كولوسيستو دي دينا الفيستلا. ده الميريزي. شايفين الستون ممكن تبقى ضغطه جول بلادر بالجنب فتعمل ميريزي تايب 1، ممكن تعمل فيستلا فتبقى ميريزي تايب 2. دي صعبه بقى لانها صوره ديجيتال يعني صبغه لونها اسود. لكن شايفين الجول بلادر لازقه ازاي في الكومن بلد. شايفين انترفينينج جول لو اتخرم تعمل فيستلا، يعني ممكن تضغط بالجنب فتعمل ميريزي تايب 1، ممكن تعمل فيستلا. الليفر يعني واحد ساب الموضوع خالص، عبد الله ساب الموضوع خالص وراح سالني ايه الميكانيزم بتاع الهيباتورينال فيلير. يعني انت في كرشك هو ده الولا اللي سالني يعني ايه ميريزي؟ هو عبد الله ده ولا عبد الله تاني؟ الميكانيزم بتاع الهيباتورينال فيلير ان السم اللي طالع من الانتستين المفروض يتكسر في الليفر، فلما الليفر بيبوظ ما بعرفش يكسر السم اللي طالع من الانتستين فبيقوم رايح على الكلاوي زي ما هو، بيروح عن طريق الدم للكلاوي فيسم الكلاوي. اللي حامل كلاوي من السم الليفر، اللي حامل كلاوي من السم الليفر. هو ده هيباتورينال سندروم، هو ده هيباتورينال سندروم. بس انا مش ده يعني مش ده التارجت بتاعي برضه، انتوا مجانين فيكم حاجه مش طبيعيه يعني. يعني انا التارجت بتاعي دلوقتي ان في مصيبه في الكومبليكيشن بتاع الستونز، يهمني قوي ان انتوا تفهموها. بعد كده اللي عايز يستوفي يعني يتوسع مش ده مش النهارده يعني. كومبليكيشنز دي تمام يا ولاد؟ طيب هسيبكم كده ربع ساعه تبصوا على الكومبليكيشنز كده كويس وبعدين نخش نكمل بقى الامراض
يعني اعتقد ان امراض بعض الكومبليكيشن واللي احنا خدناه المفروض ابقى راكب عربيه مرسيدس وانا بتكلم معايا عيال متشرده اصلا. ناخد بريك كده اولاد 10 دقائق ربع ساعه، ساعه دلوقتي وتلت، 10:30 و5 هبدا. اوكي ايوه سامعين يا ولاد؟ تمام، الصورة واضحة قدامكم. كرولوس بيقول لي شيك الكوتشن اند انسر، فأنا جيت أفتح كوتشن اند انسر اتفاجئت، فأنا مش هشيك الكوتشن اند انسر إلا في آخر الحصة عشان خاطر بس إيه لو حد طالب أو حاجة عنده مرارة برضو يعني مفيش داعي أتفرقع. في الاخر فانا في الاخر هعمل الكوتشن اند انسرز كلها، كل واحد يحط الاسئله اللي في نفسه وانا هجاوب في اخر الحصه. اوكي الجول ستون برزنتيشن ممكن يبقى لعنه سايلنت او دي واحده ديسكفرد اكسيدنتالي، وانتوا عارفين فكرة ان في واحدة كان عندها سنجل كوليسترول ستون في هيلسي جول بلادر، ودي مثلا كانت بتعمل اشعة لانها حامل مثلا، فاكتشفنا ان عندها جول ستون اكسيدنتالي، فدي بتبقى سايلنت. ممكن تبقى سيمتوماتيك، سيمتوماتيك دي زي هالة. هالة لما لقيت نفسها تعبانة كل ما تيجي تعمل بيض مقلي بالسمنة البلدي او تعمل اكل مسبك راحت مغيرة لكريستال، وطلعت قعدت تتنطط هي وكان في ميل فاتي فرتايل فورتي في الاعلان، غيرنا لكريستال غيرنا لكريستال، فاهمين انا؟ هي غيرت كريستال ليه او لزيت الذره الصافي عافيه؟ عشان خاطر لما بتاكل حاجه بسمنه بلدي بيجي لها انتفاخ وكركره ووجع، فاهمني؟ ساعات يجي لها بيلياري كوليك بالذات لو راحت فرح ولدعت دست الجاتوه جاتوه وبعدين قالت له رقصني 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 يمين يمين يا احمد رقصني يا احمد، فاكرين؟ وبعدين الحصوه اتحركت فراحت داخله بيلياري كوليك اللي هي بين في الرايت هايبوكوندريم رادييتنج تو ذا باك عن طريق الانتركوستال نيرفز والرايت شولدر عن طريق الفرينك. في حد يبقى معاها نوزيا فوميتنج لان الوجع شديد، ريفلكس سيمتوم نوزيا وفوميتنج من شدة الوجع، فاهمين يا ولاد؟ فات ديسبيبسيا، هي بيلياري ديسبيبسيا، هي فات ديسبيبسيا. ممكن لو جيت اتك على بطنها كده بلاقي مكان الفندس وذا جول بلادر بيوجعها، اللي هو عند تقاطع اللاترال بوردر بتاع الريكتس ماسل مع الضلع 9 ريب، هو ده مكان الفندس السيرفس اناتومي وذا فندس وذا جول بلادر، هي بيوجع. دي حاجه اسمها ميرفيز بوزيتيف ميرفيز ساين. طبعا ممكن يحصل كومبليكيشن ويحصل اوبستراكتيف ايه جوندس، كلام كله كلام فاضي بالنسبه لكم يعني. البريال كوليك بيبقى وجع في الرايت هايبوكوندريم كولكي بيسمع في الشولدر والباك، الباك عن طريق الانتركوستال نيرفز، في الشولدر عن طريق الفرينك. صاد الانست يبقى جامد يعني في السيفيريتي، يعني يزيد في السيفيريتي كده في الاول جامد قوي وبعدين يوصل بلاتو. البلاتو ده بعد 6 ساعات، من 5 إلى 6 ساعات يقلب باكيوت كوليستايتس، يقلب بمرض تاني، يبدا العين يسخن، يجي له فيفر ويقلب باكيوت ايه كوليستايتس. الوجع ده بيبقى بريسيبيتيتد بايه؟ بالجاتو فاتي ميل اند ايفورت، الرقص جاتو رقص. او لما تيجي تنام بالليل لو انت تخيلت وضع جول بلادر في الليفر وبعدين السويليه نايمه كده ممكن الحصوه ترجع وترشي. ريليف دي بالانتسبازموتيك، ساعات يبقى معاها نوزيا فوميتنج ريفلكس لي، ساعات يبقى معاها ريفلكس كوروناري سبازم، حاجه غريبه شويه رير قوي بس ساعات يبقى فيه ريفلكس كوروناري سبازم يعني رير ان رينال كوليك يبقى معاه ريفلكس كوروناري سبازم. طبعا هنعمل ايه انفستيجيشن؟ طبعا الالترا ساوند هو الانفستيجيشن اوف تشويس جول ستون ما عدا الاكيو كوليستايتس، يعني اي جول ستون الانفستيجيشن اوف تشويس الالترا ساوند، اي جول ستون
اي جول ستون مش كومن بايل داكت ستون، كلام واضح. اي جول ستون مش كومن بايل داكت ستون، اي جول ستون مش كومن بايل داكت ستون. فاهمين يا رب؟ الالترا ساوند از ذا بيست. اي جول ستون الالترا ساوند ما عدا الاكيوكولوستايتس هايدا سكان، ما عدا الاكيوكولوستايتس هايدا سكان. نون فيجواليزيشن اوف ذا جول بلادر، نون فيجواليزيشن اوف ذا جول بلادر. البلين اكس راي عيبها ان 15% بس اللي راديو بين، فاهمني؟ ممكن نعملها انتروبوستيرير او لاترال فيو. اورال كولوسيستوجرافي نوت دان ناو. ليفر فانكشن نورمال الا لو مريزي، ليفر فانكشن نورمال الا لو مريزي. عملنا بلين اكس راي ممكن نشوف الحصوات كده. احنا متعودين على ان حصوات الجول بلادر بيبقى فيها فقاعات غاز صغيره كده، ساعات تاخد شكل المرسيدس بنز وساعات تاخد شكل السيجال. وطبعا الحصوات دي اصلا ما بتبانش الا في 15% من الحالات بس. لكن انفستيجيشن اوف تشويس هو السونار اللي ممكن نشوف فيه الحصوات، وممكن نلاقي الحصوات عامله كوستيك ايه شادو، ان كان السونار ده مش حلو يعني اتجاه البروب مش مبين الكوستيك شادو قوي. جول ستون تريتمنت لو سايلنت ويت اند واتش، لو سايلنت ويت اند واتش مش هنعمل حاجه الا لو هو سايلنت. صحيح هي سايلنت بس العانة ديابيتك، واحنا ممكن ايه لو الحصوه اتحركت وعملت كوليسيستايتس هتبقى ديزاستر كارثه، لان العانة الديابيتك لما بيجي لها كوليسيستايتس بتتخرم، بتتخرم من الباد اميونيتي. احنا العانين دايابيتك دول بنخاف قوي، عشان كده لو العانة عندها سايلنت ستون بس هي دايابيتك انا برضو هعمل لها العمليه. صحيح نسبه ان الحصوه تتحرك وتعمل اكيوت كوليسيستايتس مش اكسبلين الكوليسيستكتومي في الست العاديه، لكن في الست الدايابيتك وانس ان جالها اكيوت كوليسيستايتس لا هتبقى خطر جدا. يعني مثلا لو في كونجينيتال هيموليتيك انيميا لانها هتعمل ستونز ديفن، فالحصوات هتبقى كتير وكل شويه هتعمل مشاكل. يعني واحدة تخينة وداخلة تعمل قص معدة، يعني واحدة تخينة وداخلة تعمل قص معدة، بالمرة بقى لو عندها حصوة في المرارة شيلها، ما دخلت باللابارسكوب فأنا هخش أعمل لها قص معدة، بالمرة بقى شيل لها المرارة. بنت صغيرة في سنكو وعندها حصوات في المرارة، ودي حاجة غريبة قوي إن أنت تلاقي واحدة مثلا 20 سنة يعني 22 سنة يعني 23 سنة بس عندها المرارة، لا هي فرتايل ولا فورتي ولا لدعت لها 5-6-7 بطون صغيرة على كده. فالحصوة لو اسمتوماتيك هشيلها لانها لسه هتعيش كتير، مفترض انها تعيش كتير، ففترة الفترة اللي هتعيشها دي احتمالية كومبليكيشن واردة وان الحصوة تتحرك. فلو واحدة صغيرة كده في السن لا اعملها العملية. لو سايلنت بس بورسلين جول بلادر، لان البورسلين جول بلادر بري كانسرس، عشان كده ولاد لو سايلنت ويت اند واتش، لو سايلنت جول بلادر ستون ويت اند واتش انليس انها دايابيتك لان خايف يجيلها كيكوستايتس وهي دايابيتك فتتخرب، او العانة صغيرة في السن فهي هتعيش فترة طويلة قوي فاكيد هتبقى كومبليكيتد في مرحلة من حياتها، او انها بورسلين جول بلادر لان انا خايف تقلب مالجنت، لان بورسلين جول بلادر بري كانسرس، او بارياتريك سيرجري وانا هخش اعمل لها عمليه بالمنظار كده كده فخلاص شيل لها المراره يعني. لكن غير كده احب ان الطالب يحفظ سايلنت ستون ويتنسي، سايلنت ستون ويتنسي، ويتنسي انليس silent stone wait and see unless symptomatic. يعني ايه symptomatic؟ يعني مثلا acute cholecystitis او fat dyspepsia، chronic cholecystitis عامله fat dyspepsia، يعني يا جايه لاستقبال ب acute cholecystitis يا جايه العياده ب fat dyspepsia، هي دي symptomatic. هو ال fat dyspepsia دي symptom؟ اوكي لو انت شايف ان ال fat dyspepsia مش symptom قول لي دي تبقى ايه، يعني تحب نسميها ايه؟ ساين يعني ولا تحب نسميها ايه؟ اكيد الفات ديسبيبسيا سيمبتوم. فممكن تكون كرونيك كوليستايتس وعندها فات ديسبيبسيا، وممكن تكون اكيوت كوليستايتس وجات لك الاستقبال
في كل الاحوال كوليسترول اوبن ولا لابروسكوبيك؟ لا طبعا لابروسكوبيك احسن. طب افرض ما فيش امكانيات تعمل لابروسكوبيك كوليسترول، هتبقى اوبن كوليسترول. واضحه ولا لا؟ الست اللي عندها هيموليتيك انيميا اماني كل شويه هتعمل حصوات زياده حصوات زياده حصوات زياده، هي عباره عن حصاله هتعمل حصوات، فشيل الحصاله شيل الحصاله لانها هتفضل تعمل حصوات 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 يعني، فاهمه؟ قرش ورا قرش الحصاله يبقى لها كرش. فالعانه اللي عندها هيموليتيك انيميا جول بلادر بالنسبه لها حصاله. يعني السايلنت جول بلادر دي علاجها ويت اند واتش. انليس لو سيمتوماتيك اكيوت او كرونيك كوليسيستايتس هنعمل كوليستكتومي. طبعا ممكن تيجي بقى بكومبليكيشن، يعني مثلا اكيوت كوليسيستايتس كرونيك بانكرياتايتس اوبستراكتيف جوندس جولستون ايلياس، كل واحده بقى فيهم ليها ايه علاج. يعني جولستون ايلياس مثلا رايل ولاين وكاديتر وفلويد، وهفتح العيانه طبعا هفتح العيانه عشان اشيل الستون لان عندها انتستاينال اوبستراكشن، بنعمل انتروستومي. انت شفتوا الانتست لما خرمتها عشان اطلع الستون، بتبقى انتروستومي عاده اكتر منها ريسكشن وانستيموزيس. اوبستراكتيف جوندس دي هناخدها موضوع لوحده. اوبستراكتيف جوندس دي ايه؟ هيصه انا كاتب لك اي ار سي بيوس انكتروتومي ودورميا باسكت وبعد كده نعمل لابروسكوبيك كولستكتومي. لا انت مستواك اعلى من كده، وعارف لو الاي ار سي بيوس انكتروتومي ودورميا باسكت ليتر اقول لابروسكوبيك كولستكتومي، لو فيلد الدورميا باسكت هفتح العيانه بخر وافتح كومبال داكت واشيل الجول بلادر وافتح كومبال داكت واشيل الستون الستون فورسبس وبعدين كلودوسكوب واطل طله فوق وطله تحت، ولو ما عنديش كلودوسكوب بحط تي تيوب واعمل انترا اوبراتيف تي تيوب كولانجيوجرافي، ولو ما فيش امكانيات لتصوير جوه العمليات هطلع العيانه واعمل بوست اوبراتيف تي تيوب كولانجيوجرافي بعد 10 ايام. يا لهوي على مستواك في الجندس هوريبل. لسه ما يجي بقى ايه الموضوع كده ونقعد نتكلم فيه بقى تاني. فالحصوات مفيش ازول ومفيش ميديكال ديستريوشن زي الكدني، يعني حصوات الجول بلادر الازول فيها والميديكال ديستريوشن مش واردين، يعني حاولنا فيها فالنتائج وحشه قوي. فحصوات الجول ستون عاده غير الرينال ستون، الرينال ستون فيها ازول وفيها ميديكال ديستريوشن لان في كليتين، فانا ممكن اقعد احاول بقى بازول وديستريوشن لان الكلى الثانيه شغاله، لكن الكبدايه احنا عندنا كبدايه واحده، فانا لازم اخش احل الموضوع. مفيش بقى حاجه اسمها ان انا بجرب بفتفت بدوب، مش هيخلص اخلص لك الكبده تبوظ، الكبده غاليه. كومن بايل داكت ستونز الكومبليكيشنز بتاعتها 15% من العيانين اللي عندهم كرونيك كالكولار كوليسيستايتس بيتوجد عندهم ستون في الكومبال داكت، لكن كون انه حصوه تتعمل في الكومبال داكت دي رير، دي 1% بس. فاكرين 99% من الحصوات بتاعه الكومبال داكت بتبقى في الجول بلادر وبتنزل الكومبال داكت، 1% بس بتتعمل في الكومبال داكت لو تحتها ستريتش، ودي بتبقى براون بيجمنت ستون، بتبقى براون بيجمنت ستون. طبعا كلام ازول ده اكسترا كوربوريال، اكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبسي، شوك ويف لايسوتريبسي، لايسو حصوه تريبسي تفتيت الحصوه من الخارج، ان احنا زي ما بيعملوها في، اكيد تسمع عن الكلام ده ولاد عن عمليات تفتيت الحصوات، يعني اكيد برضه تسمع عنها حتى لو ما خدناش لسه المسالك، يعني تسمع عن تفتيت الحصوات والازول. طبعا الحصوه اللي هتتعمل في الكومبال داكت براون بيجمنت ستون. طيب لو حصوه نزلت في الكومبال داكت هتعمل اوبستراكتيف جوندس، حصوه لما بتنزل في الكومبال داكت بتعمل اوبستراكتيف جوندس وبتبقى عايمه في البايل كده، عشان كده الكالكولر اوبستراكتيف جوندس بيبقى انترميتنت جوندس. ليه؟ لان الحصوه بتعمل بول فالف افكت، عامله زي كوره كده عايمه في الميه، فعماله تطلع وتنزل تطلع وتقلص انها زنقت، قلص انها اتزنقت، فايه تفضل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، فتعمل حاجه اسمها بول فالف افكت. فاهمين يا ولاد؟ عشان كده الكالكولا اوبستراكتيف جوندس يتميز بانه انترميتنت، لان الفلوتنج ستون ليها بول فالف افكت، الفلوتنج ستون ليها بول فالف افكت.
طبعا ممكن تعمل كولانجايتس، اسندنج كولانجايتس واكيوب بانكرياتايتس، وممكن تعمل بعد ما الكبده تتملي خراريج كده العيان يجي له سيبتك شوك، هايبوتنشن وكونفيوجن، يجي له سيبتسيميا. لو الكبده باظت ممكن الكدني تبوظ، حاجه اسمها هيباتورينال سندروم. ممكن لو سدد بارشيال من غير انفكشن يعمل بيلياري سيروزيس. طبعا كل عيان عنده اوبستراكتيف جوندس، اي عيان عنده اوبستراكتيف جوندس عنده بليدنج كده. ليه بقى؟ لان فيتامين كي اللي بيعمل الكلوتنج فاكتور فات سوليبل فيتامين، فمحتاج بايل عشان يمتص. فالعيان اللي عنده اوبستراكتيف جوندس الانتستين نو بايل في الانتستين، اللي عنده اوبستراكتيف جوندس ده البايل مش عارف ينزل الانتستين، وبالتالي نو بايل نو فيتامين كي. نو فيتامين كي يبقى في بليدنج تندنسي. الحل في العيانين دول ان نديهم الفيتامين كي انجكشن، نديهم الفيتامين كي انجكشن. غير لما حد يبقى عنده ليفر سيل فيلير، ليفر سيل فيلير هيبقى عنده بليدنج تندنسي وما ينفعش حتى تدي له فيتامين كي في انجكشن، مش هيجيب نتيجه لان المصنع نفسه بايظ، هو الكبده نفسها بايظه. تاني يا ولاد، اي عيان عنده اوبستراكتيف جوندس عنده بليدنج تندنسي. اشمعنى؟ عشان مفيش بايل في الانتستين. نو بايل في الانتستين يبقى نو ابزوربشن لفيتامين كي، مفيش فيتامين كي يبقى نو كلوتنج فاكتور. هو الكبده سليمه، الكبده سليمه بس الرو ماتيريال مش موجوده، يعني زي المصنع سليم بس مفيش رو ماتيريال. الحل ان انا ادي الفيتامين كي انجكشن، انجكشن في الدم ملوش دعوه بقى بالبايل، انجكشن في الدم عشان يروح الليفر. لكن لو الليفر بايظ هيباتوسيلولار جوندس هيجي له بليدنج تندنسي وما يستجيبش الفيتامين كي في الانجكشن. بالتالي انتوا فاهمينها صح؟ فاهمين فكره البليدنج تندنسي في العيان اللي عنده اوبستراكتيف جوندس؟ سهله صح؟ جميل. ممكن مثلا كومبليكيشنز ثانيه، اوبستراكشن للكومبايل داكت تعمل اوبستراكتيف جوندس ودايلاتيشن للكومبايل داكت وهوايت بايل. هوايت بايل ده لما يكون فيه اوبستراكشن كومبليت اوبستراكشن للكومبايل داكت وزاوت انفكشن، كومبليت اوبستراكشن وزاوت انفكشن، بارشال اوبستراكشن وزاوت انفكشن سيروزيس. في انفكشن يبقى سيننج كولانجايت. فاهمينها؟ لا طبعا السيكوري بتاعت ستون في الكومبايل داكت وستون في الجول بلادر متهيألي يعني اتقتلت. يعني نيجي لصوره الميريزي سندروم. شايفين الستون اللي في الهارت منبوش ضغط على الكومن هيباتيك داكت ازاي؟ خلي بالكوا ضغط على الكومن هيباتيك مش كومبايل، واخدين بالكوا الستون اللي في الهارت منبوش ضغط على الكومن هيباتيك داكت، شايفين الصوره؟ فعامله اوبستراكتيف جوندس، دي ميريزي تايب 1. لما الحته دي يحصل لها سلافنج ونكروزيس لانها ملتهبه فتقوم عامله فيستلا وتنط في الكومبايل داكت كده تعمل فيستلا، يقولوا عليها ميريزي تايب 2. لما الانترفيننج وول دايبوز يقولوا عليها ميريزي تايب. ميريزي تايب 1 الحصوه زقه كومن هيباتيك داكت بالدم، ميريزي تايب 2 عملت فيستلا. شبعت يا عبد الله ميريزي؟ شبعت ميريزي يلا ولا لا؟ على فكره ميريزي تايب 2 بيقسموه كمان في في التكست A وB وC، بس هو حلو عليكم قوي كده. يعني الاكيوت كوليسيستايتس، بص دلوقتي انا لو جيت اكلم طالب عن الاكيوت كوليسيستايتس اللي هو طالب منكم برينس، برينس عنده بيزكس، الميكروب هيطلع ايه؟ نوع الميكروب في الاكيوت كوليسيستايتس ايه؟ ايكولاي. طب مين اخطر ميكروب هيعمل اكيوت كوليسيستايتس؟ اخطر ميكروب يعمل اكيوت تايفويد والكوليستريديا. الكوليستريديا تعمل انفيزيميتاس كوليسيستايتس، والسالمونيلا التايفود رمز الشنيور. السؤال الجاي، طيب لو واحده جالها اكيوت كوليسيستايتس الجول بلادر بتبقى سيستك داكت مسدوده، فاهماني؟ ده 99% من الاكيوت كوليسيستايتس، 99% من الاكيوت كوليسيستايتس الجول بلادر مسدوده بستون. طب ال 1% الاكيوت كوليسيتس اللي ما فيش ستون فيها دي عيانه كانت في الرعايه المركزه وبتاخد تي بي ان توتال بارنتال نيتريشن، فالجول بلادر ما بتتحركش خالص، خامله ما بتتحركش خالص فالتهبل. وطبعا لان العانه في الاي سي يو اصلا هي مش داخله الاي سي يو تستجم، اكيد عندها مصيبه فدخلوها الاي سي يو، عشان كده النان كالكولر ده خطر قوي، خطر قوي. او ان عيانه في الاي سي يو فمناعتها وحشه، اصلا مناعتها وحشه، اميون كومبرمايز بتاخد كورتيزونات ومناعتها وحشه، فراحت الجول بلادر التهبت من غير ستون وبتاع، الجول بلادر التهبت. فيري باد بروجنوزس ال 1% ده،
يعني ال 1% اللي من غير ستون ده فيري باد بروجنوزس، لان العيان اصلا باد بروجنوزس، مش عشان حاجه، عشان العيان اصلا باد بروجنوزس وتشخيصه صعب، لان بتاع السونار عشان يشخصه بيعتمد على الإديمة بس، مفيش ستونز، فبيعتمد على ان الجدار إديمتس بس. فعايز واحد شاطر يعني بتاع سونار شاطر. وخلي بالكم بيعمل سونار بجهاز، الجهاز ده راح الاي سي يو، مش العيان اللي راح له الاسم اسم الاشعه، لا ده هو خد الشنطه بتاعته وراح فالاجهزه المحموله بالشنطه دي ما بتبقاش بدقه الاجهزه اللي في الاسم يعني. عشان كده بصراحه النان كالكولا كولستايتس، اكيوت نان كالكولا كولستايتس دي لها 1% فيري باد بروجنوزس، فيري باد، لدرجه ما جبت سيرتها. دي اول مناسبه بقى بجيب سيرتها، بجيب سيرتها دلوقتي وبفتح الموضوع وبقول انها باد بروجنوزس وعيانين محجوزين في الاي سي يو ومناعتهم زي الزفت وتشخيصهم صعب حتى لان السونار بتاع الاي سي يو مش دقيق قوي. بس انا عارف ان انت ممكن تفضي دماغك للنان كالكولا كولستايتس اللي قال 1% دي، مش عشان حاجه، عشان انت عارف ان اكيد كولستايتس يعني سود سادس اسيست الضغط، يعني دي صعب عليك، احنا طول الوقت عمالين نتكلم فيه. احنا كنا اتفقنا ان الاكيو كولستايتس الميكروب ايكولاي غالبا. الروت اوف انفكشن ايه؟ ازاي الميكروب وصل الجول بلادر؟ هو ازاي الميكروب يوصل اي حته؟ دايركت وبلاد ولمف، صح؟ هنا ايه؟ دايركت غالبا. ممكن دايركت، ممكن بلاد، ممكن لمف، لكن اكتر حاجه دايركت. بري ديسبوزنج فاكتور، ستون سدت السيستك داكت. ستون سدت السيستك داكت في كام في الميه من الحالات؟ 99%. يعني كوزاتيف اورجانيزم ايكولاي روت اوف انفكشن دايركت البري ديسبوزنج فاكتور ستون ممكن باد جنرال كونديشن، ما هو النان كالكولا اهو 1% بس ستون 99% بس. هنتكلم يعني ايه ده؟ هو بري ديسبوزنج فاكتور. ماكروسكوبيكالي الجول بلادر ايديمتس وسوولن والبريتون فقد اللاستر بتاعه وفي ستون سد السيستك داكت ومحوشه بص. شفتوا الجول بلادر اللي فتحناها كانت مليانه بص ازاي؟ محوشه بص وممكن يبقى اومنتم حواليها والسيستك لينف نود اوف لوند تبقى كبيره. يا الاناتومي، فاكرين السيستك لينف نود اوف لوند؟ السيستك لينف اللي هي في الترانجل اوف كالو، سيستك لينف نود اوف لوند اللي هي في الترانجل اوف كالو اللي تحتها السيستك ارتري على طول تحتها السيستك ارتري. ف ممكن نلاقي سيستك لينف نود اوف لوند كبيره. طيب هي العانه بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من بيلياري كوليك اللي هو ايه؟ اللي هو بين فكوليكي بين في الرايت هايبوكوندريم وراديتو ذا باك وتو ذا رايت شولدر. وكوليكي بين ده بيكتر كده بسرعه لمده نص ساعه وبعدين يخش في بلاتو. لو قعد اكتر من 6 ساعات يقلب بقى فيه كوليستايل والعانه تسخن ويجي لها جاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس، يعني بطنها تبقى ريجيد وفيها تندرنس وريباوند تندرنس بس لوكالايزد، كل حاجه لوكالايزد يعني دي لوكالايزد بريتونايتس، فكل حاجه هتبقى لوكالايزد على الرايت هايبوكوندريا. فاهمين انا؟ كل حاجه لوكالايزد، عمرها ما تبقى جنرالايزد جاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس الا لو فرقعت قبل 48 ساعه والاومنتم ما لحقش يروح زي التايفود يوم قلبها جنرالايز بريتونايتس. لكن غير كده الكوليسيستايتس حاجه لوكالايزد، الجاردنج والريجيديتي والريباوند تندرنس لوكالايزد على الرايت هايبوكوندريا. الجاردنج والريجيديتي والريباوند تندرنس لوكالايزد على الرايت هايبوكوندريا. طب الانتستاينال ساوند سلاجش، لان هو اي التهاب جوه البطن بيخلي البريستاليسيس تقل، اي التهاب جوه البطن يخلي البريستاليسيس تقل، ودي رحمه من ربنا عشان الميكروب ما ينتشرش، لان البريستاليسيس عامله زي سلالم الكهرباء، لو الميكروب وقف على الانتستين ممكن ينتشر يروح حته ثانيه. عشان كده اوتوماتيك اول ما يحصل التهابات البريستاليسيس بتقل، اول ما زايده تلتهب، جول بلادر تلتهب، دايفرتيكلم اوف ذا كولون يلتهب، اي التهاب جوه البطن يقل البريستاليسيس قواعد. فاهمين على ده؟ نعمل انفستيجيشن ايه الاكيوت كوليسيستايتس؟ هعمل انفستيجيشن سونار، سونار هعمل انفستيجيشن سونار. طب مين اظبط انفستيجيشن هايدا سكان؟ هلاقي ايه؟ هلاقي نون فيجواليزيشن اوف ذا جول بلادر، مش هشوف الجول بلادر في 99% من الحالات لانها مسدوده بالستون. طب العانه اللي عندها اكيوت كوليسيستايتس عندها جوندس؟ لا ما عندهاش جوندس. طب امتى يبقى عندها جوندس؟ لو مريزي سندروم بس.
لكن عند الاكيوت كوليسيتايتس مش هيجي لها جوندس، مش هيجي لها جوندس الا لو مريزي سندروم. طب ايه كومبليكيشن تاني ممكن تتعرض لها عند الاكيوت كوليسيتايتس؟ ممكن يجي لها جولستون ايديس. واضحه؟ تحب تعالج الاكيوت كوليسيتايتس ازاي؟ كوليستكتومي اوبن ولا لابروسكوبيك؟ لا لابروسكوبيك احسن. طب امتى هتعملها اوبن؟ لو ما عنديش امكانيات اعمل لابروسكوب. طب امتى تبقى اكيوت كوليسيتايتس وما تفتحهاش؟ لو الاومنتوم والانتستين راح حوطوا عليها، لو الاومنتوم والانتستين راح حوطوا عليها كده وعملوا ماس، مش هعرف اخش اسلك، لان انا لو دخلت وجيت امد صباعي اسلك الماس بصباعي هخرم الانتستين. انتستين فرايبل ده الحصوه بتخرمها، الحصوه ما بالك بصباعك اللي عايز قطعه. لو في ماس ما بنمد صباعنا نسلك، والا هخرم الانتستين. اللي يفتح على ماس يكهرب، اللي يفتح على ماس يكهرب، فما نفتحش عليه. رايل ولاين وكاثيتر وفلويد وانتيبيوتيك، ونستنى بقى لما التهابات تروح والاومنتم يمشي، وبعدين ابقى شايفني. دي اكتر حته غريبه شويه. تعال نشوف كده بيبقى مكتوب ايه. 99% اكيوت كوليسيتايتس مسدوده بستون كوزاتيف اورجانيزم، يعني معلش اولاد انا هعدل الرقم 98 هخليه 99. والنون كالكولار كوليسيتايتس دي 1%. خلاص فيري سيريس النون كالكولار دي، فيري سيريس. عيان مناعته ضعيفه ومحجوز في الاي سي يو، شايفين محجوز في الانعاش، انعاش، مش كده؟ الكورونا خطر، بتدخل الناس السكرين ثابته، السكرين ثابته اولاد ولا الكلام مكتوب عليها تمام؟ يبقى في مشكله شيرين بس عندك في النت بتقع وترجع. واخدين بالكم من العيان اولاد محجوز في الاي سي يو ازاي؟ مناعته ضعيفه. ليه بقى دخل الاي سي يو محروق؟ بودي تروماتايزد بيشنت، رابشر ليفر ورابشر سبرين ورابشر كيدني وفراكشر ريب وهيد انجري، واو ماشي على تي بي ان توتال بارنتر نيوتريشن، ديفيكلت تو دايجنوز. طبعا الالترا ساوند مفيش ستون، مفيش ستون، جول بلادر انفليمد بس واديميتاس ومفيش ستون. بنعمل ارجنت كوليستكتومي، مورتاليتي عاليه جدا، مورتاليتي عاليه جدا، العيان اصلا ناوي يموت، العيان اصلا ناوي يموت، عشان كده المورتاليتي بتاعتها عاليه قوي. سيبكم من 1% ده اولاد، هو في طالب بيعرف 1% وهو مش عارف 99%؟ يبقى عبيط. يعني لو طالب قاعد يركز في ال 1% وساب ال 99% يبقى متخلف. 99% من الاكيوت كوليسيتايتس في ستون سد السيستك ده. الكوزاتيف اورجانيزم الايكولاي. طب مين اخطر حاجه؟ التيفويد، لان التيفويد رمز الشنيور. التيفويد لو جه في الانتستين بيخرمه، التيفويد لو جه في الجول بلادر بيخرمه، فاهمين يا ولاد؟ التيفويد لو راح في اي حته بيخرم الحته اللي هي فيه. التيفويد رمزه في الانتخابات الشنيور، التيفويد رمزه الشنيور، فاهمين يا ولاد؟ كوليستريديا طبعا بتعمل انفيزيمتس كوليسيستايتس وتتخرم. شوف يا ولاد دي اكيوت كالكولار، شوف الستون سد السيستك ده وعامله كوستيك شادو، لكن دي اكيوت نون كالكولار، في ديما، في ديما، في ديما في الجدار الجول بلادر، لكن ما فيش ستون سدها. في ديما زي هنا اهو، يعني في شويه ديما هنا اهو، بس في ستون سد السيستك دكت هنا، في ديما اهو، لكن ما فيش ستون سد السيستك دكت. دي 1% ورعايه مركزه وباد بروجنوزيس، لكن دي 99% من الحالات. طبعا الميكروب ايكولاي، الروت اوف انفكشن دايركت، شايفين الميكروب روت اوف انفكشن دايركت، في ستيزيس بالستون انفايت الانفكشن، شايفين الجول بلازر مليانه باص ازاي؟ في ستون هنا بس في ستون سد السيستم ده، دي ملتهبه بقى لها اكتر من يومين، شايفين الاومنتم؟ شايفين الاومنتم لازق في الجول بلازر ازاي؟ دي ملتهبه بقى لها اكتر من يومين، دي ستاندد فيها اليومين، الجول بلادر اديما وهايباريميك، الول بتاعها اديميتاس وهايباريميك، ممكن يبقى مليان خراريج صغيره كده، اديميتاس وهايباريميك ومليان خراريج صغيره. الميكوزا طبعا كونجستد والسريتد، السيروزا فقدت اللمعان بتاعها وفيها فايبرين، والفايبرين ده هو اللي لازق الاومنتم عليها، يعني في فيبرينس ادهيجن بين الاومنتم والجول بلادر، عامل فيبرينس ادهيجن از ديفنسيف ميكانيزم من الاومنتم. الاومنتم بياخد الانتستين والديودنم ويروح يحوط على الجول بلادر،
الاومنتم بياخد الانتستين والديودنم بتاعه كله يعمل ماس مع بعض وكده يعمل ماس يلوكالايز الليله كلها يعني بفيبرينس ادهيجن اللي لو حبينا نخليها فايبرس فاكرين التي تيوب نستنى شهر. الفيبرينس ادهيجن لو استنينا شهر بتتحول من فيبرينس الى فايبرس. شايفين الجول بلادر مسدوده وطبعا الضغط جوه عالي فالجول بلادر ديستندد والجدار ايديميتس وشايفين ايديميتس ازاي تخين وممكن يبقى فيه مايكرو ابسيس ابسس صغيره والسيروزا بتاعت الجول بلادر السيروزا بتاعت الجول بلادر اللي هي الفيسرال بروتينيوم فيها لوس اوف لاستر من الالتهابات فقدت اللمعه بتاعتها وفيبرينس ادهيجن ماسكها في الاومنتم فيبرينس ادهيجن ماسكها في الاومنتم وممكن السيستيك ليمف نود اوف لوند تبقى كبيره اللي هو في الترينجل اوف كالو. طبعا المنظر الكلاسيك بتاع الاكيوكوليسيستايتس في ميل فاتي فرتايل فورتي فلثي بتبقى بكرش شفير بيضة كلينيكال بيكتشر بتاعت اي التهابات في في الدنيا اي التهابات اي التهابات جنرال سيمتومز وساينز والسيمتوم جنرال ولوكال والساينز جنرال ولوكال سيمتوم جنرال فاهم لوكال بين ده اولاد اللي هو بيبر كولينج اللي هو بيعلى بسرعه لمده مثلا نص ساعه وبعدين يقعد بلاتو ست ساعات وبعدين يبدا العين يسخن وصف البيليري كوليك يعني فاهمين على كوليكي وبعدين مع الالتهابات الشديده تفضل الوجع موجود على طول ده الايكم في الرايت هايبوكوندريم لكن بيريفير للرايت شولدر والبات فاهمين ساين جنرال فيفر وتاكيكارديا. طيب ممكن يجي لها جوندس لو مريزي لوكال جاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس بس كله على الرايت هايبوكوندريم واكتر حته بتوجع العيان الفندس اوف ذا جول بلادر ميرفي ساين ميرفي ساين شايفين الاكيوت كوليستايتس الجول ستون سد السيستيك دكت والجول بلادر ديستندد بعد فاتي ميل هي دي بطاطس مقليه لكن في الفرح كان دست الجاتوه فاتي ميل وايفورت الراس البين في الرايت هايبوكوندريم راديتنج تو ذا باك وتو ذا رايت شولدر العيانة هيبقى عندها هاي فيفر وتاكيكارديا كساينز لو تبقى جوندس تبقى ميريزي سيندروم عشان الستون اللي في الهارت منبوز زق كومبال دكت بالجنب وممكن تعمل فيستلا كمان لو البطن فيها لوكالايز بريتونايتس في الرايت هايبوكوندرم لوكالايز بريتونايتس في الرايت هايبوكوندرم لوكالايز بريتونايتس في الرايت هايبوكوندرم ريجيديتي جاردنج تندرنس وريباوند تندرنس فاهمين على قد انستانل ساوند هتقل طبعا لو عملت بي ار ديجيتال ريكتال اكزامينيشن بي ار هلاقيه نيجاتيف لان ما فيش صباع ابدا هجيب الجول بلاد فالديجيتال ريكتال اكزامينيشن اللي هو البي ار هيطلع نيجاتيف طبعا. سبيشال ساين ميرفي بصراحه ميرفي ساين ده تندرنس على مكان الفندس اوف ذا جول بلادر اللي هو عند تقاطع الضلع نمره 9 باللاترال بوردر اوف ريكتس مصر فلما اتك عليه الولاده تقول اي او لا خدي نفس تقول لي مش قادره اخد النفس لان لما بتيجي تاخد نفس الفندس بيضغط اكتر على الصابع فمش قادر تاخد النفس مش قادره هي دي ميرفي ساين وجع مكان الفندس اوف ذا جول بلادر والعيانه مش قادره تاخد نفسها بوادي هايبرسيزيا على الضلوع من ورا انا قلت لكم ان الوجع بيسمع في الانتركوستال نيرفس الوجع بيسمع في الانتركوستال نيرفس 9 من 9 ل 11 طبعا ممكن يبقى الجول بلادر حواليها اومنتم وعامله جول بلادر ماس ومش عارف احسها من جاردنج وريجيديتي البطن بتوجع قوي فالجول بلادر ماس ديفيكالت تو بالبيت لكن بشوفها بالسونار الجول بلادر ماس ديفيكالت تو بالبيت لكن بشوفها بالسونار ممكن تعمل امبايما لو حوشت باص بايوسيل يعني او ميوكوسيل ممكن اكيد كوليستايتس تتعالج كونزرفاتيف فلو تعالج كونزرفاتيف بانتيبيوتيك وانتس بازموتيك الحصوه ترجع هنا ولو الحصوه رجعت العانه مش هتخف هتتحول من اكيوت الى كرونيك لان الميكروب مستخبي على الحصوه الميكروب مستخبي على الحصوه اي اكيوت انفلاميشن في بري ديسبوزنج فاكتور مش هيخف هيتحول من اكيوت لكرونيك ممكن تتخرم وتعمل جنازبريتونايتس لو كانت تايفويد
لكن ممكن الاومنتوم يروح يحوط عليها فتعمل فيستلا، تعمل فيستلا بين الجول بلادر والديودنم وتعمل جول ستون ايليس، او تعمل فيستلا بين الجول بلادر وكومبال داكت فتعمل مريزي سندروم. ممكن الكومبال داكت تلتهب وتعمل كولانجايتس، ممكن بانكرياتايتس لو الحصوه نطت في الكومبال داكت وسدت الكومن شانل. انفيزيميتاس جول بلادر لو كوليستريديال انفكشن، انفيزيميتاس جول بلادر لو كوليستريديال انفكشن. ولذلك الكونسيكونس اوف اكيوت بواساين هايبرسيزيا على الباك، بواساين هايبرسيزيا على الباك عشان خاطر اريتيشن للانتركوستال نيرفس. بواساين هايبرسيزيا، هايبرسيزيا دي يعني شكشك، يعني العينه تقول لك يا مينا الجلابيه هتشكشكني هنا، الجلابيه هتشكشكني هنا هنا على ظهرها كده يعني يا يمينة، ده irritation للانتركوستال نيرف. ممكن لو عالجت acute cholecystitis تخف، يحصل لها resolution لان الستون ثابت السيستيك داكت ورجعت هنا تاني، بس غالبا الانفلاميشن مش هيروح، هيريزولف جراديولي، والغالب انه هيقلب بكرون لان في predisposing factor. لكن ممكن مع acute cholecystitis مع العلاج والانتيبيوتيك والانتسبازموتيك الستون ترجع تاني، بس العينه مش هتخف، يعني الاعراض هتتحسن جراديولي ولكن العينه مش هتخف، هتوصل لكرونيك كوليستايتس. فاهمين؟ لا ممكن الامور تتدهور بروجريسيف ديستنشن، يعني بتابع العينه لا العينه ما بتتحسنش العينه بتتنيل، بروجريسيف ديستنشن حرتها 40، حرتها 40 باجو بص 40 دي ولا بتموت باجو بص. ممكن بقى ثرومبوزس في البلاد فيسل وجانجرين وتتخرم، ثرومبوزس في البلاد فيسل وجانجرين وتتخرم. لو اتخرمت في خلال 48 ساعة هتعمل جنرالز بريتونايتس، من أشهر الحاجات الانفيزيميتاس والسيستايتس والتايفويد. طب لو عملت ماس هتعمل لوكاليزيشن والبرفوريشن هيبقى يا مع الانتستين ويعمل جولستون إلياس، يا مع الكومون بايل داكت ويعمل مريزي سيندروم. ممكن تقلب كرونيك كوليسيستايتس with acute exacerbations on top of chronic. شايفين اولاد الانفيزيميتاس كوليسيستايتس؟ شايفين الهواء اللي في الجدار الجول بلادر؟ خطر جدا فيتال. شايفين في البلين اكس راي جاز بابل؟ شايفين الجاز بابل؟ حاجة من الحاجات الفيتال. انفيزيميتاس كوليسيستايتس دي فيتال، عشان كده هوا في البيلاري تري يا انفيزيميتاس كوليسيستايتس يا اما كوليسيستو ديدينال فيستلا، يا انفيزيميتاس كوليسيستايتس يا اما كوليسيستو ديدينال فيستلا. يعني انا جاوبت كتير قوي يا حبيبه ان احنا بنعمل الترا ساوند ما بنعملش هايدا سكان، ان الالترا ساوند اكريت بنسبه 98% لكن الهايدا سكان اكريت بنسبه 99%. لما يجي لي سؤال ام اس كيو ايه الموست اكريت انفستيجيشن في دايجنوستيك اوف اكيوت كوليستايتس، في دايجنوستيك اوف اكيوت كوليستايتس مش جول ستون، اكيوت كوليستايتس، هيبقى الهايدا سكان. هنلاقي ايه؟ نون فيجواليزيشن ذا جول بلاد. لكن الحاجه البوبولار في استخدام هي الالترا ساوند، لان 1% ما يفسرش ان يجي لي عيانه بتصوب بالليل اقول لها عمليه شعب الذره على مرارتك والا ابقى دكتور ذرات يا حبيبي. افتكرت الطقطقه كامله ولا لا؟ وافتكرت كلمه دكتور ذرات. لكن لو جالك ام اس كيو هي مين المور اكريت الموست اكريت، هيبقى الهايدا سكان. الموست اكريت في الاكيوت كوليسيستايتس مش في الجول ستون، في الاكيوت كوليسيستايتس مش في الجول ستون، في الاكيوت كوليسيستايتس مش في الجول ستون. الموست اكريت في الاكيوت كوليسيستايتس هي الهايدا سكان، لكن الموست بوبيلار هي الجول ستون، هي الالترا ساوند. طب مين الانفستيجيشن اوف تشويس في الجول ستون بصفه عامه؟ acute cholecystitis او chronic cholecystitis الالترا ساوند. اوكي هايدا سكان فيجوالايز الكومون بايل داكت، لكن ما بشوفش جول بلادر. نو فيجواليزيشن ذا جول بلادر، ات از ذا موست اكريت 99%. لكن الموست بوبولار دايما هو طبعا الالترا ساوند، وتشوف الالترا، تشوف بقى الستونز في الجول بلادر، وتشوف الجول بلادر ديستندد وإيديميتاس. فاهمني؟ الستون سد السيستيك داكت. طبعا اللاب حامل ليفر فانكشن تيست هيطلع نورمال الا لو مريزي،
لو ميريزي سيندروم هيطلع فيه جوندس طبعا، او جول بلادر ديستندد وفيها ستون سد السيستك داكت وعامله كوستيك شادو. شايفين الحصوات دول عامله كوستيك شادو لكن ما فيش حاجه سد السيستك داكت. شوفوا الاكيوكولوستايتس، شايفين الحصوه سد السيستك داكت ازاي. طبعا هنا خد كروس سيكشن كده بالسونار عشان يوريك الإديمة في الجدار بتاع الجول بلادر. يعني اي كلام اي كلام، بس انا حبيت اكد بس على الإديمة في الجدار بتاع الجول بلادر. شايفين الهايدا سكان نورمال، الجول بلادر تبان لازقه في الليفر. شوفوا هنا الليفر باين والكومبايل داكت باينه والسمول باول باينه، لكن ما فيش جول بلادر خالص لان الجول بلادر مسدوده، فما فيش جول بلادر خالص. نون فيجواليزيشن اوف ذا جول بلادر. تريتمنت اوف اكيوكولوسيستايتس، اللي يفتح على ماس يتكهرب، اللي يفتح على ماس يتكهرب. بعدين بعتاب برضو بتقول الكلام اللي انا بقوله تاني، يعني بتقول يعني انا اللي عندها اكيوكولوسيستايتس دي لما بتخف الحصوه بتخش جوه الجول بلادر فبتقلب من اكيوت لكرونيك. كده كده هتقلب من اكيوت لكرونيك، ايوه كده كده هتقلب من اكيوت لكرونيك. كده كده شيبسيكو مضلع، كده كده قرمشته بتطرقع. اوكي تعال نشوف العلاج بقى ايه. يعني العلاج معتمد على فكره الماس دي اللي يقرب من ماس الكهرب. تاخدين بالكم من الرسمه بتاعت اللي يقرب من ماس الكهرب واليافطه بتاعتها بتاع، هي اصعب حته في الفهم. اصل لو قلت لك هعالج العين ازاي هتقول لي ارجنت كل ستيك، ولو سالتك السؤال العبيط بتاع تحب نعملها لابروسكوبيك ولا اوبن، فاي واحد في الدنيا هيقول لي احب اعملها لابروسكوبيك. اقول لك امتى تعملها اوبن، هتقول لي لو ما عنديش امكانيات اعمل لابروسكوبيك يعني ده طبيعي. طب لو عملت ماس اللي يفتح على ماس الكهرباء، كونزرفاتيف تريتمنت بقى، رايل ولاين وكاديتر وفلويد وانتيبيوتيك وانالجيسيك وفولو اب العيان. لو العينه اتحسنت تبقى تعمل لها كل ستيكتومي بعد 6 اسابيع لما الاومنتم يمشي، لان انت لو فتحت على الماس مش هتعرف تسلك، وغالبا لو مديت صباعك اللي عايز قطعه وقعدت تسلك في الانتستين الفرايبل هتخرمها. ايه لابروسكوب يعني؟ هتسلك ازاي باللابروسكوب؟ يعني انت خايف تسلك بصباعك، هتسلك بآله حاده؟ هتسلك الانتستين والاومنتم، هتخش بالآله الحاده بين الانتستين والاومنتم؟ طب ما بدل ما صباعك اللي هيطلع عليه كاكا، آلات اللابروسكوب اللي هيطلع عليها كاكا. طبعا ممكن اشيل الماس واعمل ماسيف ريسكشن، يعني ممكن بقى تخش كده تلاقي الجول بلادر والاومنتم والانتستين والديودنم كله لازق في بعضه، تقومي داخله شايله الجول بلادر بالاومنتم بالانتستين براحتكم. طيب لو العيانه ماشيه كونزرفيتف فاتدهورت، عملت امبايما اوف ذا جول بلادر وحالتها اتنيلت وفي ماس، في ماس صراحه احسن حاجه بقى تعمل كل سيستوستومي مش كل سيستكتومي. وبصراحه احلى حاجه ان انت تعمل كل سيستوستومي جايدد باي الترا ساوند، كمان بتاع السونار يحط لك قسطره هنا يقوم يطلع البصبر وبعدين ادي انتبيوتيك، ولما الالتهابات تروح ابقى اخش اشفي. وده احسن حل بصراحه. لو بقت عملت امبايما كده كبيره وماس كبيره وبتاع وانا خايف اخش اسلك لعور حاجه، خلاص الترا ساوند جايدد كل سيستوستومي مش كل مش اكتومي اوتومي تو درين البص، وانتيبيوتيك وفلويد واستنى لما الاومنتم يمشي. بعد ما الاومنتم يمشي ابقى اعمل كولستيكتومي. كنا زمان بنعمل الكولستوستومي دي اوبن، افتح الانتيرا ابدومينال وول واخرم الفانجس وبعدين انضف البص اللي فيه والستونز واحط درنقه. دلوقتي والله يا اولاد ما بنفتح، ابعتها لبتاع السونار يخرمها ويحط بيك تيل. انا ايه اللي يخليني افتح؟ ما بتاع السونار ينشن عليها وخلاص. صار الفندس لازق في الانتيرا ابدومينال وول، الفندس لازق في الانتيرا ابدومينال وول، فكل المطلوب منه ان هو يقوم ايه خرمه بالقسطره بيك تيل. فكنا زمان نفتح بقى الانتيرا ابدومينال وول ونفتح الفندس وذا جول بلادر وننظف الستونز ونحط درين. دلوقتي لا، ببعتها بتاع السونار
وعامل لها بيك تيل، وبعدين لما الاومنتم يمشي وبتاع، لما الاومنتم يمشي بعد 6 اسابيع بشيلها. طبعا ممكن اعملها ايميديتلي، افتح واشيل الجول بلادر في وجود اكسبرت سيرجون. لو الاكسبرت سيرجون اتوجد ممكن، بس يخلي باله بقى لو اتخرمت الانتستين وجالها فيكال فيستلا، الاكسبرت سيرجون ده هيروح السجن لانه عمل نفسه اكسبرت. فاهمين يا رب؟ العيال هتطلع بفيكال فيستلا على طول. لما جيت اتكلم على العلاج الاكيوت كوليستايتس كان دي التركه كلها، الماس، ان اللي يفتح لماس الكهرباء لو فهم حد فهم دي خلاص. بس بعد كده هقول له التعليق ازاي، هقول له ارجنت كوليستيك، هقول له طب لو في ماس، هيقول لي اللي يفتح لماس الكهرباء كونزرف رايل ولاين وكاذيتر وفلويد وانتيبيوتيك. مستني ايه؟ مستني الاومنتم يمشي. لما الاومنتم يمشي ابقى اعمل كوليستيك. مستني ايه؟ مستني الاومنتم يمشي. لما الاومنتم يمشي ابقى اعمل كوليستيك. طب افرض العيانه قلبت بامبايما وبقت توكسيك قوي، يعني حرارتها 40، يعني احلى حاجه، امن حاجه، اعمل بقى كل سيستوستومي مش تشيل المراره تخرمها، ويستحسن ما تفتحش حتى انت. يعني كنا زمان بنفتح وننظف المراره كده ونحط درنقه، خلي بتاع السونار يعمل الترا ساوند جايدد يحط بكتير قسطره اسمها دي البكتير لغايه ما الاومنتم يمشي، وبعدين اعمل كل ستيكتو. طب ممكن تبقى ماس وامبايما اوف ذا جول بلادر واخش اشيلها الجول بلادر، ولو اتوجد اكسبرت سيرجون هو ناوي يشيل المسؤوليه. الاومنتم بيبقى معاه انتستين حوالين الجول بلادر، الاومنتم بيبقى حوالين معاه انتستين حوالين الجول بلادر. في مشكله في العلاج؟ طبعا انت هتطلعوا عيني على الكولوسيستوستوم اكيد اكيد، لان هي دي اللي جديده، الباقي كله مش هتعرفوا تسالوا فيه، فهتطلعوا عيني على الكولوسيستوستوم. ادي الانتيريو ابدومينال وول، وادي الايه الاومنتم، وادي الماس والاومنتم والانتستين وكل حاجه. احنا بقى قدامنا يا افتح الانتيريو ابدومينال وول جرح صغير، هلاقي الفندس لازق في الانتيريو ابدومينال، افتحه هو كمان ونظف البايل خالص ونظف الستونز وحط دري، فكده ما بقاش فيه باس كوليكشن جوه، كده ما بقاش فيه باس كوليكشن. حد انتيبيوتيك لغايه ما الاومنتم يمشي وبعدين اشيل المرض. يعني ايه يمشي؟ يعني الفايبرين الفيبرينس اديجن تروح، التهابات تروح، يوم الاومنتم ايه اللي كان لازق في الجول بلادر بفيبرينس اديجن يقع تاني، يوم واقع كده، لان الفيبرينس اديجن اللي بين الجول بلادر وبين الاومنتم راح، تمام؟ فراح الاومنتم وقع وساب الجول بلادر، وقع وساب الجول بلادر، فالاومنتم مشي مشي، يعني ساب الجول بلادر ومشي لان التهابات راحت. وات از ماس؟ ماس هي الجول بلادر عليها فيبرينس اديجن واومنتم كتير وانتستين، لان الاومنتم هو جاي جايب معاه انتستين. This is what we call mass. This mass. ليه بستنى 6 اسابيع وبعدين اعمل كوليستيكتومي؟ على بال ما الالتهابات تروح، على بال ما الالتهابات تروح والفيبرينس اديجن تروح والاومنتم يقع من على الجول بلادر. فلما الاومنتم يقع من على الجول بلادر، الجول بلادر ما يبقاش عليها اومنتم، او ما اقدر اخش واشيل المرحله. فهمتوا يعني ماس؟ ايه اللي لازق الاومنتم في الجول بلادر؟ الفيبرينس اديجن. طب والفيبرينس اديجن جاي منين؟ من الالتهابات، عشان كده الاي اس ار بتاع العين عالي، عشان الفيبرينس اديجن دي اللي بتعمل رولو، بتعمل رولو، والاي اس ار عالي، فالفيبرينس اديجن دي مخليه الاومنتم لازق في الجول بلادر، اومنتم والانتست. طب لما بدي مضاد حيوي والالتهابات تروح، تقوم الفيبرينس اديجن تروح، يقوم الاومنتم يسيب الجول بلادر ويقع. يقع ازاي انا ده؟ يقع ازاي؟ لما الفيبرينس اديجن تروح الاومنتم يسيب الجول بلادر ويقع ازاي؟ يقع كده، تمام. فلما الاومنتم يمشي، يعني الماس تفك وتمشي، اقدر اخش واشيل المراره. اوكي؟ هي دي كل السيستوستوم يا رب. يعني بيبقى هنا في ماس كده، بس الفندس لازق في الانتيريا ابدومينال وول، فبخش جايدد باي الترا ساوند بتروكر اند كانيولا واحط قسطره. هي دي اسمها كوليسيستوستومي. يا ابني الجول بلادر لازقه في الانتير ابدومينال وول، فانا بفتح الحته اللي لازقه واخرمها، ما
مفيش انتستين بيناتهم، مفيش انتستين. الفندس لازق في الانتيرا ابدومينال وول، هو دي طبيعه الاناتومي. الفندس بتاع الجول بلادر بيبقى لازق في الانتيرا ابدومينال وول، اوكي، ودي جايدد باي الترا ساوند. يا اولاد حاجه غريبه جدا، انتوا احسن حاجه فعلا الطريقه اللي بيتعاملوا بيها معاكم في السنين اللي فاتت، ان انت ما تفهمش حاجه وتروح تاخد ورقه وسخه تحفظ، لان انت مش عارف بالظبط حتى تسال في ايه. ما بخافش لما اخرم الانتستين، ما تخافش يا حموده، وانت اللي بتعملها. ما انا من الصبح عمال اقول لك الجول بلادر الفندس لازق في الانتير ابدومينال، لازق في الانتير ابدومينال وول، لازق في الانتير ابدومينال وول. طب ما نفتح البطن ونشيل، نشيل الايه؟ الفندس، نشيل الفندس. ما بقيت الجول بلادر كله متحوط بانتستين، بقيت الجول بلادر متحوط كله بومنتم وانتستين. طب هو الكونزرفاتيف تريتمنت ايه؟ بنقعد العين سيمي سيتنج وندي انتيبيوتيك وانالجيسيك وانتيبيوتيك وفلويد ومونيتور، بيبقى جنبه ورقه وسخه كده فيها البلس بلاد بريشر تمبريتشر مونيتور الفيتال داتا. على فكره السيمي سيتنج ده اسمه موديفايد فاولر، السيمي سيتنج بوزيشن ده اسمه موديفايد فاولر بوزيشن، بدل ما يقولوا عليه سيمي سيتنج بيقولوا عليه موديفايد فاولر. الموديفايد فاولر هو السيمي سيتنج، والسيمي سيتنج هو الموديفايد فاولر. والله كان ممكن يسموا السيمو سيتنج مهلبيه، بس هم سموها موديفايد فاولر. ماشي، السيمي سيتنج اسمه موديفايد فاولر. حد ليه شوق في سؤال؟ السيمي سيتنج اسمه موديفايد فاولر. فاولر ما كانش بيحط مخده تحت رجله، موديفايد فاولر بيحط مخده تحت رجله عشان الدي في تي. ما نفتش برضو يعني، حتى فرح سألني طب لما هو موديفايد فاولر امال ايه فاولر؟ موديفايد فاولر بنحط مخدة تحت رجل، تحت رجل العيال. كويس كويس، انا ربيت السنة برضو. طيب بنقعد الان سيمي سيتنج بوزيشن موديفايد فاولر ومونيتورنج للبلس بلاد بريشر والتمبريتشر، وبدي انتيبيوتيك كينولون كيفالوسبورين. كينولون ولا كيفالوسبورين؟ يعني احكي لكم على حكايه كده ايه وبعدين ايه. كينولون ولا كيفالوسبورين؟ الالم خلص، البطاريه بتاعته خلصت، مش مهم، هعتمد على مستوى ذكائكم. الكينولون بيبقى تركيزه عالي في الدم، السير جينيريشن كيفالوسبورين تركيزه عالي في البايل، بس هو الحقيقه الجول بلادر مسدوده، ففرصه ان المضاد الحيوي ينزل في البايل ويخش الجول بلادر تقريبا معدومه، فالافضل لعلمكم كينولون. كيفالوسبورين هيبقى تركيزه عالي في البايل فمش عارف يوصل الجول بلادر الملتهبه والمسدوده يعني. طبعا بندي سيداتيف، ما تديش مورفين لان المورفين بيعمل سبازم في الاسفنكتر الاودي، فاهم يا اودي؟ المورفين بيعمل سبازم في الاسفنكتر في اودي، فاي حاجه هيباتو بيلاري ممنوع فيها المورفين. انا عايز الالم بصراحه. بصوا كفايه كده النهارده، انا هجاوب دلوقتي على الاسئله. اول حصه الجايه هاكد على الايتيمز بتاعه الجنرال تريتمنت ده قبل ما اكمل بقيه الباب ان شاء الله. مسا مسا حموده. نشوف بقى الاسئله الرهيبه. دكتور لو سمحت، اللي معاه كتاب ام اس كيو السنه اللي فاتت لازم يجيب الجديد ولا هي هي؟ لا طبعا الكتاب الجديد يا دكتوره يعني معاه اكسبلانيشن لكام سؤال اللي موجود، ومعاه كارت يدخلك تحلي 3000 سؤال ام اس كيو على السايت. ازاي هي هي؟ دكتور اني اسيمتوماتيك ستون ما بنعمل لهاش معها، ما بيبقاش معاها انفلاميشن؟ لو معاها انفلاميشن كانت عملت سيمتومز، لو معاها انفلاميشن تبقى معاها تعمل سم. وات از ميريزي سندروم؟ بالتالي يعني ده اتقتل. يعني ايه جولستون ايلياس؟ دي اسئله اكيد اتقتلت يعني. حموده يعني الستون ما بتخرجش مع الكاكا؟ تبع حجم الستون يا حموده. لو حجم الستون صغير هيخرج مع الكاكا وما يعملش جولستون ايلياس. انما لو حجم الستون كبيره هتقف ومش هتعدي الكاكا. ديبينس على حجم الستون يا حبيبي. فهمني يا حموده ولا لا؟ حموده ان از بين اوف اكيوت كوليسيستايتس بيرابل فور 2 دايز تيل اومنتم ريتش الانفلاميشن؟ لا،
هو الوجع ده مش بيرابل، العيان بيموت بعد يوم على طول. فالأومين طبعا عمره ما راح يحوط على الحاجة، واللي أنا كنت بقوله ده كله اشتغالات. ماشي يا سلمى؟ يعني الأكيو كوليستايتس العيان بيقعد يوم ويموت، اما كون ان هو يكمل عن كده يومين لا ما بيكملش. وحكايه ان الاومنتم يروح بقى ويعمل جولستون ايلياس وميريزي سندروم، كل دي مخدرات كنت بشرب فيها طول الحصه. فهماني يا سلمى؟ هو البين بتاع جول بلادر بيرابل وممكن العانه تقعد يومين؟ اسمع اجابه يا سلمى. لا مش بيرابل. Why intestinal obstruction symptom is misdiagnosed in the fist؟ لا صار عن بطن بتوجعه أصلا، والوجع بيعمله nausea vomiting. فلما بيجيله intestinal obstruction ممكن لو دكتور صغير ما ياخدش باله ان بطن عام بتتنفخ. يعني أكتر حاجة بتخلينا ناخد بالنا ان بطن عام عمالة تتنفخ، لكن هو العام بيتوجع أصلا من قبل intestinal obstruction، وهو أصلا عنده vomiting من قبل intestinal obstruction. فالاستوري لما بتعمل اوبستراكشن اكتر حاجه بتلفت نظري الابدومينال ديستنشن. مش كده، عايز حد شاطر شويه. فهمتني يا محمود؟ محمود محمد. العيان اصلا هو عنده اكيو كوليستايتس، عنده ابدومينال بين، وفوميتنج. اعراض الانتستينال اوبستراكشن ابدومينال بين وفوميتنج. عشان كده لما العيان بيجي له جول ستون ايدياس ما بيبانش، ما هو اصلا عنده ابدومينال بين وفوميتنج من ساعة الأكيو كوليستايتس. لكن أكتر حاجة بتلفت نظر الجراح إن العام بطنه عمالة تتنفخ. فلما العام بطنه بتتنفخ كتير كده بياخد باله إنه ممكن يكون اتسد، لكن ما بيقدرش يعتمد على البين والفوميتنج، لأن البين والفوميتنج موجودين أصلاً من قبل الأسرة. دكتور أنا ما فهمتها، هاي المريزي ممكن تحكيها تاني؟ بتقول لسه مش فاهمها ولا ده سؤال قديم؟ بتقول يا بتقول اتجوزت ولا يا بتقول انت مش فاهمها لغايه دلوقتي، احكيها تاني ولا انت فاهمها؟ لا يا راحت اتجوزت. احمد عماد رفع ايده. ايوه يا بالغلط. طيب يا حبيبي فيسترا بيكوز بريشر نكروزيس باي ستون. فيسترا اتعملت من بريشر نكروزيس باي ستون. فيسترا لما قعدت تضغط كده على الانسجه الفرايبل راح تخرب عامل فيستر. يعني كلامك صح، الفيستر دي بريشر نيكروزيس اتعمل بالستون. ديفرنس بتوين ميريزي تايب 1 و 2 الفيستر. لو كانت الجوندس جاب البريشر بس تبقى ميريزي تايب 1. لو الفيستر قعدت تضغط عملت بريشر نيكروزيس وفيستر تبقى تايب 2. الفرق هي كومبريشن ولا فيستر. لو كومبريشن تبقى تايب 1، لو فيستر تبقى تايب 2. فما فاطمة لا I guess شرق الترعيات can occur in Mrazy syndrome without being fatal. ما هو المريز سندروم نفسه fatal ليه without being fatal؟ هو المريزي نفسه fatal سندروم. يلا سندروم سندروم يا دي محمد، يعني حاجة جامدة. بس هو المريز سندروم في شرق الترعيات يا حبيبي صح، هو fatal. How do we treat ascending cholangitis or it is terminal stage and the only safe في إذا قول لي فيت إز ديث؟ أنت مالك يا كرولس؟ أنت مالك هنعالجها إزاي؟ ما إحنا هناخد أوبستراكتيف جوندس وأسندنج كولانجيتس. أنت لا فاهم الكلام اللي أنا شرحته؟ إيه اللي خلاك تروح لعلاج الأسندنج كولانجيتس؟ أسندنج كولانجيتس لسه ولا في الأوبستراكتيف جوندس هناخدها، شاركوت ده أصلاً في الأوبستراكتيف جوندس، ده قعدت ألين في شاركوت كده عشان لما نخش على الأوبستراكتيف جوندس يبقى متهلهل يعني. نبقى شوية حاجات كده بس بت... What are three words in Charcot triad؟ بين وجندس وفيبر. بين وجندس وفيبر. لو عندكم مشكلة في Charcot triad يا ولاد احنا هناخده تاني في الابستراكتيف جوندس. حدش يقلق، أنا بس حبيت إن Charcot على ودنك عشان لما بعد كده أقول Charcot triad ما يبقاش عندك مشكلة في كلمة Charcot. أحمد ارفع إيدك يا أحمد هلال، ارفع إيدك. احمد هلال ارفع ايدك. وليه مش انميوت؟ احمد الو يا دكتور. ايوه يا دكتور. ازي حضرتك؟ ازيك؟ على ايه السؤال اللولبي اللي انا مش فاهم منه حاجه دي؟ لا يعني اللي لخبطني يعني الستون اللي بتبقى عامله انفكشن وبتقلب اسندنج كولانجايتس. مالك بتبقى جايه بعد مريزي
مش شرط، نازله. مش شرط، ممكن تكون نازله من السيستيك داكت، وممكن تكون نازله من الفيسترا بتاعت ميريزي، يعني اي حاجه. يعني الستون اللي تنط من السيستيك داكت جوه الكومبال داكت فيها انفكشن، والستون اللي معديه من الجول بلادر للكومبال داكت من الفيسترا فيها انفكشن. تمام. طب والستون اللي بتنزل وتعمل اوبستراكشن بس من غير انفكشن ده يعني ليه بقى؟ ده نسبه قليله قوي، ممكن تكون كوليسترول ستون وعدت قبل ما تعمل انفكشن، يعني في نسب قليله كده، يعني تمام. حاجه في راريتيز، يعني البيلياري سيروزس نفسه رير ايفنت، فاهم؟ والهوايت باير رير ايفنت، هو اللي كومن الاسندنج كولانجيتس، ودي فيتال كونديشن. تمام، ميرسي دكتور. ماشي، العفو يا حبيبي. هدي كويتشن فروم ذا لاست سيشن، وين وي نيد تو ميك شور نو ميس دي ستون افتر كوليسيستكتومي، وين وي نيد تو ميك شور نو ميس دي ستون افتر كوليسيستكتومي ودو اي ار سي بي اور انترا اوبراتيف كولانجيوجرافي. يعني لو انا بعمل كوليسيستكتومي يا هدير، فمفروض ان كلاسيك اعمل مع كوليسيستكتومي انترا اوبراتيف كولانجيوجرافي من سيستيك داكت، لازم اعمل اي ار سي بي، اعمل انترا اوبراتيف كولانجيوجرافي، لكن مش هعمل طبعا اي ار سي بي بعد العمليه، اعمل اي ار سي بي الا لو العينه بقى جوندس دي، يعني اصل برضه نسبه ان واحده انا بعملها كوليسيستكتومي حصوه تنط مني جوه الكومبال داكت في يعني دي نسبه قليله، يعني الامريكان بيقولوا 10% واحنا بنشوفها اقل من كده يعني. فاحنا يعني لو انت عايزه تمشي كلاسيك تيتشنج وحاجه جميله وتكست، اللي يعمل كوليستكتومي يعمل انترا اوبراتيف كرانيوم خلاص. لما افرض امتى بقى نعمل اي ار سي بي؟ لو انا عملت كوليستكتومي بعدين ما عملتش انترا اوبراتيف كرانيوم والعنه في البوست اوبراتيف جالها جوندس، خلاص هعمل اي ار سي بي. لكن لو انت عايز تعمل حاجه تطمني تبقى انترا اوبراتيف، لو انت عايز تعملي حاجه تطمني يعني كلاسيك تيتشنج تبقى انترا اوبراتيف. انا وصلت يا هدير؟ دكتور كان وي ريبيت ذا كوز اوف براون بيجمنت ستون، هي عباره عن استركتشر في كومن بال داكت عمل انفكشن فوقيه وستون نيدس ولامينيتد، هو دي البراون بيجمنت ستون. ستون اتكونت اصلا في الكومن بال داكت، دي مش جايه من الجول بلادر، اتكونت في الجول في الكومن بال داكت دي 1%، يبقى في استركتشر عمل ستيزيس وانفكشن فادى الى البراون بيجمنت ستون. بس هي دي البراون بيجمنت ستون، هو عباره عن سطر وسخ كده ان دي ستون بتتعمل برايمري في كومبال داكت، ستون بتتعمل برايمري في كومبال داكت. هاو داز فات ميل كوز فات ديسبيبسيا؟ يعني لما بتاكل ده بيطلع كوليسيستوكاينين، بيطلع من الديودنم كوليسيستوكاينين، فبتيجي الجول بلادر تنقبض فبتوجع لان الجول بلادر ملتهبه، فكوليسيستوكاينين لما بيخلي الجول بلادر تنقبض كل بلادر بتوجع. يعني مش فاهم يا محمد، هو انا كده جاوبتك على سؤالك ولا لا؟ يعني زميلتك سالتني جوه الحصه هو لو جول بلادر مش ملتهبه مش هتعمل سيمتومز، وانا قلت لها اه. طب الجول بلادر لو ملتهبه هتعمل فدس بيبسيا؟ اه هتعمل فدس بيبسيا. ليه هتعمل فدس بيبسيا؟ لانها ملتهبه. فكل ما الكوليسيستوكاينين خلال تنقبض اي اي اي. انا مش عارف انا جاوبتك ولا لا محمد، اجابتك ولا لا؟ لا راح تاكل ولا ايه؟ مروان، وات از ذا رول اوف لابروسكوبيك الترا ساوند ان بيلياري انفستيجيشن؟ وين وود ات از بريفير تو اذر انترا اوبراتيف انفستيجيشن؟ وات از ذا ديفرنس بتوين هاي دا سكان اند اي او دي اي دي؟ الايزوتوب، يعني الفرق بين دي ودي الايزوتوب. الرول بتاع اللابروسكوبيك، what is the role of laparoscopic ultrasound في البيلياري investigation؟ يعني لو انا شغال مثلا laparoscopic surgery، يعني بعمل ويبل باللابروسكوب، assisted باللابروسكوب مثلا، او بعمل عمليه باللابروسكوب يعني، وعايز اخلي الالترا ساوند ان دايركت كونتاكت مع الليجن عشان اخد ريزوليوشن كويس، فبوصل المنظار بالالترا ساوند. يعني مثلا في ماس صغيره جوه البنكرياس انا مش شايفها بالسي تي ومش شايفها بالاي ار سي بي، فساعتها وانا باللابروسكوب ممكن اعمل باللابروسكوب الترا ساوند، او اعمل اندوليومينال الترا ساوند بالاي ار سي بي، يعني الالترا ساوند يبقى على الماس على البنكرياس مباشره، ساعتها ممكن اشوف افضل بالسونار اللي ان دايركت كونتاكت مع البنكرياس.
فلو ليجن صغير ممكن اشوف. مروان يمتني يا مروان ولا لا؟ دكتور في كتاب الجسم كاتبين بورسلين جول بلادر از نوت كونسيدرد ناو دي. انا قلت ان عليها كونتروفيرسي، انا قلت ان عليها كونتروفيرسي. انسي الكلمه اللي في كتاب الاسم دي، لان معظم الجراحين بيقولوا انها بري كانسر، فانسي الكلمه اللي في كتاب الاسم اصلا. ده كتاب اسمه عين شمس، سيب منه. كان يو ريبيت فلوتنج ستونز؟ هو شفتي قبل كده فاطمه عوامه عايمه على وش الميه؟ الحصوة عايمة كده في البايو، فساعات تطلع وساعات تنزل، زي ما الواحد يلبس عوامة ويبقى في البحر، فالموج يطلعه وينزله، يطلعه وينزله في البحر بالموج. أكيد رحت اسكندرية قبل كده أو رحت البحر قبل كده، فلما واحد بيلبس عوامة ويقف في المية بيبقى فلوتينج. هي دي الستون فلوتينج في البايو، فالبايو ساعات يعدي وساعات ما عارفش يعدي، ساعات يعدي وساعات ما عارفش يعدي، هي دي فلوتينج ستون. فبتعمل obstructive jaundice intermittent. فما فاطمه؟ ندى حصاب، ندى حصاب يا ندى، سؤالين بس ورا بعض، ايه كان فاضي ده؟ floating stone has no complication, have no complication, have obstructive jaundice بس intermittent. floating stone have obstructive jaundice بس intermittent. ماشي ماشي يعني. كان the combined duct stone migrate to the terminal ileum and go square. لا، لو الحصوه معديه من السيستيك داكت ما ينفعش تعمل جول ستون ايليس، لان عشان تعدي من السيستيك داكت لازم تبقى صغيره. انما الحصوه اللي تسد الانتستين هي الحصوه اللي معديه من كولوسيستو ديدينا الفيست، لان الفيست كبيره فمعديه حصوه كبيره. والله يا ندى بصراحه انا ما كنتش عايز استفز الحته دي دلوقتي، يعني ما حبيتش ان انا قاعد اسالك اسئله اي كيو دلوقتي في وسط معمعه هي كبيره برضه. يعني الحصوه اللي تنط من السيستيك داكت جوه الكومبايل داكت دي حصوه صغيره لانها معديه من السيستيك داكت، فانا حتى ما بعمل سنتروتومي دورمي يا باسكت لو وقعت مني ما جراش حاجه، هتعدي مع القاع على راي حمود لانها صغيره. لكن الحصوه اللي تعدي من كولوسيستو ديدينا الفيستلا دي من هارت بنباوش عمل فيستلا، لا دي حصوه كبيره، هي دي اللي ممكن تعمل جول ستون. فاهمان يا ندى ولا لا؟ ندى ندى فهمتيني ولا لا؟ ايوه يا ندى. اوكي دكتور معلش، هو انا بس قصدي يعني طب ما هي ممكن تبقى الكومن بايل دكت ستون دي ممكن تكون كبيره برضو وتنزل على الديودينم وتسد، لو معديه من السيستيك داكت، لو كبيره ما تعديش من السيستيك داكت يا ندى. السيستيك داكت دي ليها حجم، انت عمرك شفتي فيه العده من تحت عقل عقب الباب؟ كان في اغنيه زمان كده بنغنيها اللي هي كذاب كذاب والله العظيم كذاب، شفت النجار ركب المسمار ومعدي فوق السحاب، كذاب شفت فيه معدي من عقب الباب، كذاب يعني. طيب يعني يبقى هو يعني هو السورس الوحيد بتاع الكومن بايل دكت ستونز هي من الجول بلادر يعني. ما ينفعش 99% 99% بنسبه كبيره دخل كليه الطب. اوكي لا خلاص 99% من حصوات الكومن بايل دكت جايه من السيستم بتاعت الجول بلادر. تمام تمام شكرا. Does Merezi syndrome type 2 cause jaundice and type 1 cause jaundice? Type 2 and type 1 cause jaundice. الاثنين بيعملوا jaundice. بس ده بيعمل jaundice عشان الحصوة زقت الكومبال داكت بالجنب كده زنقتها، والتاني بيعمل jaundice بانه عمل فيستلا ونطت جوه الكومبال داكت ذات نفسها، نط جوكم بدك ذات نفسها. In the book Ultrasound is the most appropriate investigation and that revealed distended gallbladder. Then hide the scan or hide the scan from the start. حبيبة لو جالك سؤال ايه الموست اكريت انفستيجيشن في الاكيو كولستايتس هيبقى هايد سكان، لكن السؤال لو ايه الموست بوبيلر انفستيجيشن Ultrasound. طب ايه احسن انفستيجيشن في الجول ستون؟ ما قالش اكيو كولستايتس، جول ستون اللي هي اكيو كولستايتس وكرونيك كولستايتس يبقى الترا ساوند. ايه احسن انفستيجيشن في الجول ستون؟ الترا ساوند. ايه الموست بوبيلر انفستيجيشن في الاكيو كولستايتس؟ الترا ساوند. ايه الموست اكريت انفستيجيشن في الاكيو كولستايتس؟ هايدا سكان. ثلاث نقط واضحين؟ اول دي كوتش تمام. ميريزي بتزق الكومبايل داكت، ميريزي 1 بتزق الكومبايل داكت ومريزي 2 بتعمل فيستلا مع كومبال داكت. فماني خديجه؟ لا خديجه خديجه
الكومن هيباتيك، متاسف، الكومن هيباتيك داكت، بتزق الكومن هيباتيك داكت بالجنب، وميريزي تاب 2 بيعمل فيستلا مع الكومن هيباتيك داكت. معلش انا بقول ساعات كومبايل كومن هيباتيك. والله يا سلمى والسؤال بتاعك ده سؤال جميل بصراحه. انا هقرا لك السؤال يا سلمى. بعمله ليه اصلا دكتور؟ ايه استفاد اللي ايه الاستفاده؟ ايه دكتور اصلا بعمله؟ هو ايه ده اصلا؟ يعني ايه ده اللي بعمله عشان اعرف انا هستفيد منه ايه؟ يعني انا عايز افهم. الحمد لله ان انا بشرح لك يا سلمى مش انت اللي بتشرحي لي. ارفعي ايدك يا سلمى. ارفعي ايدك يا سلمى. انا صورت السؤال وهنزله على الجروب، هنزله على الجروب واشوف كده مين يقدر يفهم هذا السؤال. ارفع ايدك يا سلمى عشان افهم السؤال. سلمى ارفع ايدك. مش راضي. دكتور انا فاهمه الكومبليكيشن بس كل حاجه وليه ولهده لوحدها ممكن حضرتك تجمعهم وتوزعهم على أممي. حاضر. فين الألم نايل ده؟ الأوبستراكشن هيعمل ميوكوسيل أو يعمل بايوسيل، وممكن يعمل بيرفوريشن في الفندس او بيرفوريشن في الهارت منباوش او بيرفوريشن مع الكومن هيباتيك داكت، فيعمل ميريزي بروسيستو ديدينا الفيستلا او جانجرين وبيرفوريشن يعمل جنرالايز بريتونايت. كل ده يندرج تحت اوبستراكشن في الجول بلاد. ميوكوسيل، بايوسيل، اكيوكوليسيستايتس، فيستلا، كل ده يندرج تحت نون اوبستراكشن. الاوبستراكشن في الكومن هيباتيك في البايل داكت يعمل يا إما ascending cholangitis يا إما biliary cirrhosis يا إما white bile. الobstruction للcommon channel هيعمل pancreatitis. ده بالنسبة للobstruction. بالنسبة للmigration وهي بتتحرك كده بتعمل colic biliary colic. ده المigration. migration تعمل biliary colic. ده obstruction migration ulceration. ulceration دي الستون لما بتعور biliary tree بتنزل دم ساعات في الانتستين، تعمل ميلينا، حاجه اسمها هيموبيليا زي هيماتوريا. دي الالسريشن. الالسريشن ممكن تعور البايل داكت، يوم البايل داكت تخر دم في الانتستين، فلما تخر دم في الانتستين كده بتعمل ميلينا سوفت بلاك طاري ستول اوفنسيف ان اودر. هي دي الالسريشن. سوام obstruction, migration, ulceration, malignancy. الجول بلادر كارسينوما، ان الستون ممكن يبقى معها سرطان في الجول بلادر. infection دي قلناها بقى acute cholecystitis و chronic cholecystitis و ascending cholangitis، كل ده يعتبر infection. ماشي يا هبة؟ فهمتيني يا هبة ولا؟ ده دكتور rectal examination. ماله rectal examination يا نادر؟ بنستفيد منها ايه؟ فهمت. مفيش اكيوت ابدومن ما بنعملوش بي ار، لان اكيوت ابدومن ممكن يكون في حاجه في البلفيس انا مش شايف، فانا البلفيس كله عظم داير، فانا مش عارف احسه، واللي ما عارفش يخش من الباب بيخش من الشباك. فالاولي انديكيشن ان احنا ما نعملش بي ار لعيان اكيوت ابدومن ان انت ما يبقاش عندك اندكس فينجر بس، او ان العيان امبرفورت اينس، لكن البي ار اذا ماسك في الاكيوت ابدوم. في مشاكل الابر ابدوم ما بقاش في مشكله، البي ار بيبقى نيجاتيف، لكن مشاكل الحوض كلها البي ار بيبقى بوزيتيف. فده البي ار ده او البي في ده الشباك اللي داخل منه على الحوض، مشاكل الحوض يعني. طب هذا انا كنت هفهم هبه كده يعني كنت هفهم ازاي السؤال، كان صعب عليا قوي والله. يعني انا حاولت افهمه بكل الطرق والله العظيم ما قدرت، والله ما قدرت. سما النجاح دكتور يو شود اس في زيمتاس كولستايتس اون سيتي سكان از ذات دان اف ات از سسبكتد. لا انا سسبكتنج في زيمتاس كولستايتس والعام دي توكسيك اند داينج ودايابيتيك.
نعمل سي تي سكان. وبيبان في البلين اكس راي كمان. يمشي الاومنتم هو يا دكتور معلش يعني ايه بنفتح لما يمشي يعني لما الاومنتم يقع من على الجول بلادر كده ويسيب الجول بلادر انهم احنا نفتح ونشيل الجول بلادر. احنا طول ما هو ماسك في الجول بلادر ما بنفتحش عليه لانه بيبقى جاب الانتستين معاه. فلو انا حاولت اسلك صباعي اللي عايز اقطعه ده هيطلع عليه كركر. فانا بستنى اما التبت تروح والفيبرينوس اديجن يروح والاومنتم يقع من على الجول بلادر يقع خالص من على الجول ويسيب الجول بلادر عريانه كده وانا داخل اشيل. فهماني يا ندى ولا لا؟ ندى 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 عصام فهماني ولا لا؟ لا ارفع ايدك ارفع ايدك عشان اسمع. ارفع ايدك يا ندى. وانتوا ولاد على بال ما انا بقول لكم حاجه وانتوا بتعملوها بتاخدوا وقت طويل ليه؟ طب انا فاهمك ازاي؟ ما لازم ترفع ايدك عشان اتفاهم معاكي يعني وش الوش يعني. لكن مش عارف افهمك ازاي يعني. انا قلت لك ان الفيبرينوس اديجن بيخلي الاومنتم لازق على الجول بلادر. الاومنتم بالانتست لازقين على الجول بلادر فاهماني. فانا مش عارف اسلك مش عارف اسلك حاجه. فانا بستنى اما الالتهابات تروح يوم الفيبرينوس اديجن تروح يوم الاومنتم يقع من على الجول بلادر فالجول بلادر تبقى حواليها من غير اومنتم. اقصد لا سؤال قديم. طيب انا ده ماشي يخلص الانفلاميشن بيرجع مكانه تاني. لما الانفلاميشن بيخلص الاومنتم بيرجع مكانه تاني يا بيتر. حكاية الاومنتم دي عامله لكم ايه قضيه كبيره قوي. وادي يا بيتر. طب فهمتها يلا ولا لا؟ فهمتها ولا لا؟ بيتر واي كينولون از بيتر. هشرحها لك الحصه الجايه يا عبد الله. هشرحها لك الحصه الجايه. السؤال غريب يا امينه. يعني ايه في كالفيستلا بتتعمل ازاي؟ هو ايه علاقه الفيكال فيستلا بموضوعنا دلوقتي؟ يعني انا شرحت فيستلا بين الجول بلادر والكومن هيباتيك دكت دي المريزي وفيستلا بين الجول بلادر والديدنم ودي كولوسيستو ديدنم فيستلا. انا ما جبتش الفيكال فيستلا. مش فاهم ايه المناسبه يعني. احنا هناخد في الانتستين باب يعني موضوع اسمه فيكال فيستلا في باب الانتستين هناخد موضوع اسمه فيكال فيستلا. بس ايه مناسبته دلوقتي يعني؟ ايه مناسبته دلوقتي؟ مش فاهم. حضرتك قلت وعملت ايميديت كولوسيستومي كولوسيستكتومي. لو انا عملت ايميديت كولوسيستكتومي ممكن اعور الانتستين. فلما اعور الانتستين الانتستين تلزق في الجرح وتعمل فيه كالفيستلا. ما هو اسباب الفيستلا تيت تروما انفلاميشن تيومر ودي ياتروجينيك تروما. دي ياتروجينيك تروما. فلو انا عورت الانتستين الانتستين ممكن تلزق في الجرح وتعمل فيه كالفيستلا. فهمتني؟ هي النون كالكولار از اولسو كوزد باي انفكشن اكيد اسمها كولستايتس يعني. اي دونت اندرستاند هاو سيرجري او ميجر تروما تعمل لها. والله يعني احيانا احنا بناخد حاجه اسمها هاي ريسك كونسنت من العيان ان انا هعمل له عمليه لو مات ما اقدرش اعمل له حاجه تاني لان لو سبته هيموت 100%. انا عملت له عمليه ممكن يموت بنسبه 90% فاخش اعمل عمليه. فدي حاجه بيقولوا عليها هاي ريسك كونسنت احيانا بنعملها وخش نشتغل يعني. فهماني يا شيرين؟ شيرين وانا جاوبتك على سؤالك ولا لا؟ شيرين ماتش نت مع معلقه. انا ما سمعتش النت معلقه ولا يهمك يا شيرين. المهم انت كويسه الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ انت ما تجريش شكلي واحنا قاعدين يعني. ازيك؟ قدام انت انا بس انت حبيبي وانت كمان والله يا شيرين وانت كمان منا واي اف اكيوت بنكرياتيتس كونزرفيشن. هناخد باب البنكرياس والاكيوت بنكرياتيتس وهتفهمي ليه. باب بحاله يا منا باب بحاله بنكرياتيتس يا لهوي مش كلمة لا باب. فانت هتفهمي ابعد من كده يعني. مكتوب هنا حاجة مش فاهماها. حاجة واحدة. In many cases of calcular pancreatitis there is no actual obstruction of the umbilla. It is suggested that the passage of stones through the umbilla may precipitate pancreatitis. يا انتوا مهتمين او كده بالبنكرياتيتس في باب الجول بلادر. ماشي. هي الحصوة وهي نازلة وقفت في الكومنت شانل فالبايل جي ينزل راح رجع البنكرياس بعدين الحصوة نزلت يعني عملتها وجريت.
عملتها وجريت. فصح ساعة ما بيجيله بنكرياتيتس ما بنلاقيش الحصوة، لأن الحصوة رجعت البايل في جوه البنكرياس ونزلت من جديدنا البابل، يعني عملتها وجري. فهماني يا داليا ولا لا؟ داليا What is the type of stone that cause biliary cirrhosis and ascending cholangitis or white bile? Is it primary stone as it is not infection? Cholesterol stone، يعني الكوليسترول ستون والبيجمنت ستون ممكن يعمل بليير سيروزيس وهاي بايل. الميكسد ستون دايما تعمل اسيندنج كولانجايتس، لان الميكسد ستون بيبقى معاها انفكشن، فالاكثر انها تعمل اسيندنج كولانجايتس. معايا يا هبه؟ هبه طلع معايا. وات از ذا امبورتانس اوف سيمي سيتنج بوزيشن؟ يعني في النساء والجراحه وكل حاجه، معاه بيبقى عنده اكيوت ابدومين بنيمه سيمي سيتنج، عشان لو خرق اتجمع باص او حاجه يتجمع في الدوجلاس باوش او الريكتوفازايت، يعني يجمع في حته ديبندنت اعرف اسحبه. فاي عين اكيد ابدوم بالنيمو سيمي سيتنج، عشان لو حصل اي باس كوليكشن يبقى في البلبس، لان ده اسهل حاجه اتعامل معاها يعني. فهماني يا بطلع؟ بطلع مش فاهم ازاي اكيوت كوليسيستايتس وزود ماس والبيشنت مشي من غير حتى كوليسيستكتومي. لا هو لو اكيوت كوليسيستايتس من غير ماس انا هعمل لها كوليسيستكتومي، لكن في بعض الناس بتمشي عندهم كونزرفاتيف رايل ولاين وكاثيتر وانتيبيوتيك وفلويد جوه المستشفى لغايه ما يتحسن، بس هو لا عنده مش هيخف، هيقلب كرونيك، فبرضه هيحتاج كوليسيستكتومي، بس يقول لك اعملها الكتيف يعني. لكن هو مش عندي عنده اكيوت كوليسيستايتس ومشي، لا ما هيش كده. ولا عنده اكيوت كوليسيتايتس انا ادخله المستشفى اعمل له كوليسيتكتومي، ممكن يروح لجراح تاني يمشيه كونزرفاتيف، بس هو لو مشاه كونزرفاتيف هيقلب كرونيك كوليسيتايتس، وهعملها له بس الكتيف يعني مش ارجع. فاهمني يا كريم؟ حضرتك قلت ان الموست كومن ستون ار ميكسد ستون، سو هاو موست كومن سيمتوم از سايلنت؟ ناس كتير قوي بيبقى عندها ستون وما بتشتكيش، في ناس كتير قوي بيبقى عندها ستون وما بتشتكيش، ما بتشتكيش بقى لانها كوليسترول ستون، ما بتشتكيش لان الانفكشن لو جريد انفكشن، لكن استاتستيكالي في عدد كبير قوي من عيانين الجول بلادر ستونز بيكتشفوا اكسيدنتال، فاهمه؟ نظرا لان الجول بلادر بقى مش ملتهبه او لو جريد انفكشن. دكتور ممكن بنكرياتيتس تاني and it says that there is no actual obstruction at the ampulla of butter. حصوة نطت من الجول بلادر في كومبال داكت وقفت هنا، فالبايل ينزل لقى السكة مسدودة، راح البايل داخل على البنكرياس، بعدين الحصوة نزلت من ديدينا البابلي جوه ديدنم لأنها صغيرة، فعملتها وجريت. ياسمين لما رسمت فهمتيها؟ What is the difference between floating stone which makes intermittent jaundice and partial obstruction makes biliary cirrhosis؟ الوقت يعني لو سبت حد عنده intermittent jaundice وما عالجتوش بالوقت هيجيله biliary cirrhosis طالما ما عملش infection. يعني intermittent jaundice ده حدث موجود دلوقتي والجوندس عماله تروح وتيجي لكن ما فيش infection، لو سبته مع الوقت هيقلب بيليري سيروزيس. بيليري سيروزيس كرونيك كونديشن، فاهماني؟ فما يارا يعني اي عيان عنده كالكولار اوبستراكتيف جوندس فلوتينج وما فيش انفكشن وانت سبتيه بالوقت هيقلب بيليري سيروزيس. في الحصه اللي فاتت هاو دايابيتس ميليتس ديد تو بايل ستيزيس، عشان هو دايابيتس ميليتس بيأثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم بتاع العيان، فبيخلي الجول بلادر ليزي ففيها ستيزيس. يعني شرحت الحصه اللي فاتت ان الدايابيتس بيعمل فاتي ليفر، فالليفر ما بيعرفش يعمل بايل سولتس كويس، وان الدايابيتس ميليتس بيعمل نوع من نيوروباثي اوتونوميك نيوروباثي، فبيخلي الجول بلادر ليزي ما بتنقبضش، وممكن يعمل اثيروسكليروزيس في البلاد فيسل بتاع الانتستين ويخلي الانتستين اسكيميك. مش كده يا داليا؟ داليا there is no obstruction for combined duct no obstruction of combined without fistula
with the gallbladder علشان تقدر تسدها يعني. لا ده احنا الستون اللي معديه في فيستلا there's no obstruction. لما الجولبلادر بتفتح مع الديوودنم مفيش جوندس، ده في انتستينال اوبستراكشن، هي يعني بتسد الانتستين. انما لما الجولبلادر تعمل فيستلا مع الكومون هيباتيك داكت، لما الجولبلادر بتعمل فيستلا مع الكومون هيباتيك داكت، لا طبعا الاسطول هتنط في الكومون هيباتيك والكومون باي، فالعيان هيجيله جوندس. يعني ايه يعني الكومون هيباتيك داكت تتسد والعيان ما يجيلوش جوندس؟ ازاي يعني؟ يعني لو الحصوه نطت في الكومون هيباتيك داكت وسدتها ازاي العيان مش هيجيله جوندس؟ وفريد الحصوه اتحركت من الكومن هيباتيك للكومن بايل فسدت الكومن بايل ده. اصل هو الميريزي سيندروم الفيستلا بين الجول بلادر والكومن هيباتيك داكت، فلو سدت الكومن بايل هيباتيك داكت هيجي له جوندس، لو نزلت وسدت الكومن بايل داكت هيجي له جوندس. انا مش فاهم يعني. طيب دكتور could you repeat why there is bleeding tendency with obstructive jaundice؟ عشان ما فيش بايل في الانتستين، ولان ما فيش بايل في الانتستين ما فيش بايل نو بايل في الانتستين، فما فيش ابزوربشن لفيتامين كي، نو بايل نو فيتامين كي، نو فيتامين كي. فيتامين كي ده هو اللي بيصنع كلوتنج فاكتورز في الليبر. نو بايل نو بايل نو فيتامين كي لانه فات سوليبل، نو كلوتنج فاكتور ليه 1972. هما الكبد الابستراكت جوندس اللي بيموت على العيان الكلاوي القلب. السؤال القلب بيحصل ليه ايه يموت العيان؟ يعني هو الكبده بتبوظ، فالكبده ما بتبوظ بتبوظ الكلاوي، حاجه اسمها هيباتو رينال سندروم. اما البايل سولتس فليه دايركت افكت على الاس ان نود، بيهبط الاس ان نود، البايل سولتس بيهبط الاس ان نود عشان كده بيعمل براديكال. مش فاهم هو ده سؤالك ندى؟ هو ده سؤالك؟ يعني الابستراكت جوندس بيبوظ الكبده، فلما الكبده تبوظ الكلاوي تبوظ، ودي حاجه اسمها هيباتورينال فيلير وانت خدتها في البطن. طب ليه القلب بيتاثر؟ لان البايل سولتس ليه دايركت افكت على الاس اي نود، البايل سولتس ليه دايركت افكت على الاس اي نود. اه بل تمام. طيب دكتور ده سيمي سيتنج بوزيشن هيلب ستون ديس؟ لا 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 لا، سيمي سيتنج بوزيشن في اي اكيد ابدومين ده، في النساء وفي الجراحه وفي كل حاجه، عشان لو اتجمع باص او حاجه يتجمع في الدوجلاس باوش او الريكتوفازايت، دي حاجه ليها علاقه بالنساء والجراحه والاكيد اي اكيد ابدومين. كان كومن بايل داكت ستون كوز كلانجيو كارسينوما؟ تجيب الاسئله دي منين يا ندى؟ تجيب الاسئله دي منين؟ عليها كونتروفيرسي يا ندى، وفي الاغلب لا، لان الستون في الكومن بايل داكت هتعمل جوندس، فالعام مش هيعيش لدرجة ان يجيله كولانجيو كارسينوما. في ناس بتقول ممكن يعيش لغاية ما يجيله ليفر سيروزيس فممكن تعمله كارسينوما في الكومبات ده، لكن الاغلب الاغلب اكثر ميولا يعني ان الستون تعمل سرطان في الجول بلادر، لانها ممكن تقعد في الجول بلادر كتير قوي 30 سنة مثلا في الجول بلادر، لكن الستون في الكومبات ده وعاملة اوبستراكتيف جوندس لا العام هيموت قبل ما يجيله سرطان. انا ما اعرفش يا ندى انت بتجيبي الاسئلة دي منين اصلا، يعني يا ترى لو سالتك هتجاوبيني بنفس الدقه؟ يعني اول حاجه هعملها يا ندى لما اشوفك ان انا هسالك ولازم الاقي اجابات بنفس الدقه دي. احنا لسه هناخد الكولاجين كارسينوما. طيب يا اولاد ماشي، باي باي يا اولاد، باي باي، سي يو ليتر.